السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من نمبر 1 معاكم علشان نتكلم أكيد عن كل الأحداث المحلية والعالمية. معايا في الفقرة الحوارية الأولى واحد من نجوم نادي الزمالك، وهو يعني شخص عزيز علينا جدا، بيكون موجود معانا دايما باستمرار، الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. هنتكلم معاه عن نادي الزمالك والمباراة القادمة والحاسمة في مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا. أما الفقرة الثانية فقرة وكلاء لعيبة، وفقرة محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين، هنتكلم معاه عن الميركاتو اللي جاي بشكل عام، ونتكلم معاه عن أبرز اللعيبة اللي موجودين معاه، وهنتكلم عن كل ما يخص حتة وكالة اللعيبة ومين أبرز الصفقات اللي ممكن تحصل الفترة اللي جاية، ونتكلم كمان عن فترة دراجان مع نادي الإسماعيلي اللي جه بعديه كابتن إيهاب جلال. هو بالمناسبة كان أو هو وكيل دراجان المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي. طيب خليني قبل ما أروح للضيوف الأعزاء عايز أبدأ معاكم بشوية أخبار، ولكن قبل الأخبار خلينا أتكلم معاكم كده في شوية حاجات مهمة جدا وعايز حضراتكم تركزوا معايا فيها، علشان يعني دايما لازم يكون عندنا أزمة الكرة المصرية في الوقت الحالي في وجود اللي هو رئيس اللجنة الأحادية، دايما بيعمل أزمات، دايما بيفتعل مشاكل، دايما بيكون عنده يعني لازم يكون في جدل، لازم يكون في أزمات في الوقت اللي احنا يعني مصر بتعيش فترات مهمة جدا على كل المستويات، على مستويات الدراما المصرية، كم المسلسلات اللي موجود اللي بتكلم عن مصر بشكل عام سياسيا وفنيا ودراميا كل حاجة. الناحية التانية بنتكلم عن التاريخ والموكب التاريخي اللي حصل ونقل المومياوات للمتحف المصري الجديد او المتحف المصري الكبير، وشفنا طبعا المنظر والعالم كله بيتكلم ازاي عن مصر، فاحنا بنعيش في مرحلة او في وقت حالا دلوقتي ان الكل بيتكلم بشكل ايجابي عن مصر. طيب لما دايما تبقى موجود عشان تفتعل ازمات، فالسؤال انت ليه بتفتعل ازمات؟ انت راجل مكلف بتسيير الاعمال فقط لا غير، مش مطلوب من حضرتك انك تزيد من الازمات، مش مطلوب منك انك تعمل احتقان ما بين جمهور الاهلي والزمالك. انا طبعا عذر حضرتك انك دايما بتحاول انك تبقى مثير للجدل، يعني مثلا هديك مثال موضوع الشناوي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، لما توقف وطلع له قرار 4 ماتشات حيثياته ايه؟ مفيش حيثيات، بس لما اتكتب ان الشناوي توقف بص كام واحد في مصر اتكلم على اتحاد الكوره، كام واحد في مصر اتكلم على محمد الشناوي، او كام واحد في مصر اتكلم عن رئيس اللجنه الاحاديه. تمام، وارد جدا لما تقعد في ترابيزه عليها نجوم وما تكونش صاحب قرار، لما الفرصه تجيلك انك تكون صاحب قرار وارد انك يحصل تخبط عندك، ما فيش اي مشكله، ولكن التخبط لازم يبقى بعقل. يعني انت لو عايز تثير فتنه او تبقى شخص ان انت دلوقتي بتعمل مشاكل، طب اعمل في حاجه صح، يعني اعمل خليك مثير للجدل في حاجه تاكل عيش، لكن انت جايب اكبر جمهورين في مصر وعايز تعمل فتن وسطيهم، طب انت مستفيد حاجه؟ مش مستفيد حاجه. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، يعني يا ريت لو حد بس يقول له، انا عارف ان هو يعني بما انه مشغول ما بيعملش حاجه، فحد بس يقول له، انا عارف يعني حد ينقل له الكلام، يعني اول مره في تاريخ كره القدم المصريه جمهور الاهلي والزمالك ما يتفقش على رئيس اتحاد او رئيس لجنه، معلش مش رئيس اتحاد، رئيس اتحاد ده بيكون منتخب وبيكون راجل واخد اصوات من جماعه عموميه، لكن رئيس لجنه جاي مع اللجنه، فاللجنه بتروح اللجنه بتيجي، هو ايه حاضر نعم حاضر. فعمر ما الاهلي والزمالك اتفقوا على واحد كده زي ما الاستاذ موجود، فيعني الاهلي يطلع قرار مش موافق والزمالك مطلع قرار مش موافق، طب هو بالعافيه؟ طيب دي نقطه الثانيه، انت على المستوى يعني مستوى الدوله انت قراراتك متعارضه مع قرارات او كلام اللي طالع من الدوله، يعني انت دلوقتي حضرتك قرار رئيس وزراء او قرار مجلس وزراء صادر واضح وصريح، مباراة الأهلي والزمالك هي المباراة الوحيدة المستثناة من التحكيم المصري، هات تحكيم مصري في كل الماتشات، أهلي إسماعيلي زمالك إسماعيلي، مفيش أي مشكلة. طبعا دلوقتي أهلي بيراميدز زمالك بيراميدز، لكن أهلي وزمالك مجلس الوزراء قال لحضرتك ده منذ قديم قبل ما حضرتك أصلا تخش المجال، يعني قبل ما حضرتك تخش أصلا تعرف يعني إيه كورة، مجلس الوزراء نطلع قرار على رؤساء اتحاد كوره سابقين عتاوله
ومحدش قدر يعمل اللي حضرتك عملته. القرار واضح، استقدام حكام اجانب لمباريات الاهلي والزمالك. حضرتك عايز تجيب حكم مصري ليه؟ ليه بتخالف قرار مجلس الوزراء؟ هل حضرتك عايز تعمل أزمة؟ هل حضرتك عايز ان اسمك يتقال ان انت الوحيد اللي في عهدك اللي اتلعبت مباراة اهلي وزمالك مش محسومة بحكام مصريين؟ هل انت دلوقتي عايز تقارن نفسك بالفترة اللي كان مباراة الاهلي والزمالك محسومة فيها، فجبنا الكابتن الحنفي حكم المباراة عشان كان التحصيل حاصل ومفيش جماهير ومفيش فتنة ومفيش امور مشتعلة، وده كان امر طبيعي جدا في بطولة منتهية او في مباراة تحصيل حاصل للاهلي، والاهلي كسبها 1-0 هدف علي معلول، تمام؟ طيب هل حضرتك دلوقتي يعني هتقدر تشيل الشيلة دي، اللي يعني انت تاخد قرار ان انت عايز تجيب حكم مصري يدير مباراة اهلي وزمالك، مباراة قوية، مباراة حساسة، في وقت ان مصر مش محتاجة ازمات، في وقت ان مصر مش محتاجة فتن، في وقت ان في مصر الدنيا كلها بتهدي والناس بتقول يا جماعة ونتكلم والروح الرياضية ونتكلم مع الناس ونتكلم بوعي وما ننشرش ابدا التعصب ونحاول ننبذ التعصب والحالة المعنوية مرتفعة جدا والناس تتكلم على مصر، انت دايما عايز تعمل فتن. طيب انا ما اعتقدش ان انت تجرؤ ان انت تخالف او تعارض، ولكن انا متأكد ان انت بتعمل كده علشان تعيش اليومين اللي انت بتعملهم دلوقتي، اللي هم ايه؟ اللي هم الناس تجيب في سيرتي يا جماعة. لكن في الاخر مع احترامي ليك، المباراة هتتلعب بحكام اجانب عشان ده مش قرارك، ده قرار دولة. الاهلي بيطلع بيان قالك انا مش عايز، الزمالك قالك عايز، لا قالك مش عايز. فانت دلوقتي واحد يعني تدير المنظومة، في الاهلي بتشوف الزمالك، مع احترامي ليك عايزين ايه وتعمله؟ مع احترامي يعني، مع احترامي كده، انت تشوف الاهلي والزمالك عايزين ايه وتعمله، لكن انت عايز يعني توقع ليه؟ وليه الناس تبقى يعني، ليه ما نتكلمش عن المباراة ومين التشكيل؟ ليه نتكلم عن فتن وضايع من وقتي 10 دقايق عشان اتكلم على حضرتك؟ ليه؟ انت ليه بتعمل كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية، اتفاجئنا كده في امان الله، نعرفش والله العظيم يعني بنصحى وننام على قرارات. كنت مريح شوية قبل الهوا، فتحت التليفون لقيت الشباب بعتين لي فنجادة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم. فنجادة اللي فشل مع المنتخب الاولمبي. فنجادة اللي كان بيطلع معانا على سكايب وبنقول له هتعمل ايه؟ يقول لك انا الفترة دي ما عنديش أي حاجة خالص، ولا حد بيكلمني ولا حد بيعرض عليا. فنجادة ما عندوش أي فكرة عن تخطيط. مدير فني الاتحاد ده يا جماعة راجل مسؤول عن التخطيط كده، راجل مهندس يخطط يعمل خطة الناس تمشي عليها. المدير الفني طبعا مدير فني عمل شوية حاجات كويسة، ولكن يقعد يخطط لناس تيجي بعديه وتمشي على الخط، مفيش الكلام ده، عمره ما عملها أصلا. طيب حضرتك زي ما خالفت قرار مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب وعايز تعين حكام مصريين، وأنا قلت لك أنت مش هتقدر تعمل كده، أنا عارف آخرك كويس قوي، نفس القصة حضرتك بتخالف قرار أو بتخالف كلام سيادة الرئيس. سيادة الرئيس طلع وقال بعد الخروج وبعد ما خرجنا بفضيحة قدام جنوب أفريقيا، قال مدير فني مصري للمنتخب عندنا من الكفاءات ومن الأسماء اللي تخلي منتخب مصر الأول عنده مدرب وطني كويس، بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر عن الكابتن حسام البدري اللي مختلف اللي متفق، أنا بتكلم بشكل عام. الرئيس طلع اتكلم وقال مدير فني مصري، مدير فني مصري، مدير فني مصري. يبقى طبيعي جدا باي ديفولت ان احنا دلوقتي طالما جبنا مدير فني مصري لمنتخب مصر الاول بعد ما كان فيه ترشيحات، والطبيعي اغلب نجاحاتنا اللي احنا عملناها كانوا مع مدربين مصريين، الكابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحاتة، اجاري طبعا احنا عارفين ان الراجل جه في عهد الرئيس اللي موجود دلوقتي ده فخرج بفضيحة وكان بياخد مرتب فضيحة، فانت بتاخد 120,000 دولار وما عملتش ب2.5 دولار، وطبعا
طبعا احنا عارفين طبعا الموضوع كان ماشي ازاي، يعني سلجادو بقى وغير سلجادو، واللي مالوش شغلانه يجي يشتغل في المنتخب الاول، والتذاكر وميغا ما علينا يعني. فانت دلوقتي عندك قرارين او عندك كلام سياده الرئيس لما قالك عايزين مدير فني مصري، وحضرتك خالفت الكلام ده ومشيت الدكتور محمود سعد اللي مرتبه ولا يتعدى ال 25,000 جنيه عشان تجيب مدير فني اجنبي للاتحاد ياخد 25,000 دولار، ده اقل حاجه، ده اقل واجب، ده انا يعني انا بديكم مثال ان لو هياخد ده 25,000 جنيه فالتاني ياخد 25,000 دولار. فانت حضرتك بتهدر المال العام. حاجه تانيه، حضرتك بدل ما تمتثل الكلام اللي اتقال حضرتك بتخالف الكلام ورايح تدور في حته محدش ابدا فكر فيها، عمر ما حد رشح. على فكره بالمناسبه فنجان اتعرض على اللجنه الخماسيه السابقه والناس رفضوا علشان خاطر هم ناس شافوا ان الفتره اللي جايه فعلا لازم يكون كلها مصريين وامتثالا لكلام رئيس الجمهوريه. تمام؟ لكن دلوقتي هتيجي تقول لي والله يا عمر انا تعاقدت معاه بناء على رؤيه، طب فين الرؤيه؟ انا عايز اعرف فين الرؤيه الفنيه اللي انت جبت فنجاده من خلالها. فنجاده ملوش نجاحات، فنجاده حضرتك جاي 3 شهور وماشي، انت مكلف بتسيير الاعمال، حضرتك عايز ان الكره المصريه انا مش فاهم، عايز تخربها وتمشي، مفيش مشكله قول لنا وعرفنا عشان نوفر على نفسنا الكلام، لكن انت جاي 3 شهور عملت كل يوم ازمه، من اول تعيين منتخبات 2006 و2003 تمام؟ وعندك تعيين فنجاده، طب افرض دلوقتي حضرتك المجلس اللي جه وهم على فكره مش هيكونوا اصحابك خالص يعني بالمناسبه عشان بس تبقى انت عارف يعني، فما تعملش حسابك ان انت قاعد وحاطط ايه وحاطط امال ان انا هاجي مدير تنفيذي، كل ده في الايه؟ في الحلم. تمام؟ فانت دلوقتي الناس اللي جايه دول مش صحابك، فهيجوا والله مين اللي جاب فنجاده؟ احمد مجاهد. والله تحول التحقيق اهدار مال عام، احنا مش عايزينه. انت تعاقدت معاه بناء على ايه؟ مفيش حاجه. بناء على ايه؟ محدش يعرف. بناء على ايه؟ بص كمان يعني انا مش بلوم عليك. انا بلوم على الناس اللي معاك. انا بلوم على الناس اللي معاك، للاسف الناس اللي معاك للاسف 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 انا كان نفسي يكون ليهم تواجد اكتر من كده وقرارات اقوى من كده، ولكن يعني منصب واتحاد الكوره وعضو مجلس اداره ولجنه وبروتوكولات وقاعدين مع الانديه، فطبيعي جدا ان هم يقولوا لك حاضر حاضر نعم نعم، بس للاسف للاسف هم اللي بيضروا نفسهم، وهم اللي بعد كده لما الناس تيجي تقول لهم انتوا عملتوا ايه؟ لهم احنا ما كناش اصحاب قرار. لا حضرتك كنت صاحب قرار، انتوا 3، انتوا 2 على 1، لو حضراتكم الاثنين قلتوا لا كلامكم يجب، بس هو اللي جايبكم، فطبيعي جدا مش هيكون لكم راي، فانتوا مبسوطين بالمنصب اللي انتوا موجودين فيه، يعني مبسوطين بالمكان اللي انتوا موجودين فيه، فامر طبيعي جدا يعني. وانا يعني انا بصراحه كان عندي امل فيكم قبل كده، كنت بطلع اتكلم عليكم بدافع، بس دلوقتي ادافع اقول ايه؟ اقول ان انتوا عملتوا كل حاجه كانت معموله صح، قلبتوها ازمات التحكيم وتعيين الاجهزه. مع احترامي للناس يا جماعه انا ماليش دعوه بالاشخاص، انا بتكلم على الاشخاص اللي ليهم علاقه بالمنتخب. يعني الكابتن مؤمن، الكابتن محمود على عيني وعلى راسي، بس انت دلوقتي لو جيت المجلس ده اللي جه قال لك انا مش عايزهم هيمشيهم، وانت لا تتحاسب على اهدار المال العام. تمام؟ دي نقطه ثانيه. نقطه ثالثه بقى، الصبح لقينا بعض التسريبات، اصل هو استاذ في التسريبات، استاذ في التسريبات، دايما كده يجي ويسرب كلام كلام كلام، لازم يسرب كلام، لو ما سربش كلام ما يبقاش هو اللي انا قصدي عليه اللي انتوا عارفينه ده، رئيس اللجنه الاحاديه. فقال لك ايه؟ قرارات لجنه الايه؟ تقصي الحقائق لمنتخب الشباب بايقاف ربيع ياسين 6 شهور عن ممارسه اي نشاط وغرامه 200,000 جنيه. تغريم دكتور المنتخب 3 شهور و 100,000 جنيه غرام. والقرار يوم الخميس عشان الجمعه هو عنده ماتش والسبت اجازه فايه اضايقه شويه. وتغريم 4 لعيبه ولا 5 لعيبه غرامات ماليه. 3 لعيبه غرامات ماليه. يعني غرامات ماليه ليه؟ يعني الولاد بيكلموني محدش عارف. تمام؟ طيب. هو حضرتك طلعت القرار بناء على ايه؟ هل حضرتك عندك حيثيات قرار طلعت عليه؟ هل حضرتك عندك لائحه طلعت عليها القرارات دي؟ هل حضرتك تقدر توجه الناس وتقول لهم انت القرار ده اخدته بناء على ايه؟
هل حضرتك دلوقتي اصلا رئيس البعثه اللي كان موجود اللي ما طلعتش قرار، انت عايز تصفي حسابات مع 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 اللجنه اللي قبل كده؟ هل انت عايز تصفي حسابات مع الناس؟ هل ربيع ياسين مضايقك عشان هو نجم ومعروف والناس كلها عمر ما في حد اختلف على ربيع ياسين؟ يعني 6 شهور انت عارف ان في استئناف صح؟ وانت عارف ان الاستئناف ده طالما اتعمل فالقرار هيتوقف، وعارف ان في محكمه دوليه، وعارف ان في مركز تسويه وتحكيم، فانت عارف ان انت بتعمل كده علشان خاطر تعمل شوشره، وعارف ان القرار ده في الاخر مش هيمشي، وانت عارف كويس قوي زي ما حصل مع الشناوي. طلعت صحيت من النوم كلمت الناس، كلمت انت الناس في الاتحاد، مش هقول اسامي مين عشان ما حدش يزعل يعني. قلت لهم يا جماعه هنطلع قرار الشناوي. يا نجم ما ينفعش، هنقلب الدنيا علينا. ما فيش حاجه اسمها كده، انت ما عندكش رايحه. هو كده يا نجم خلاص، هو كده. انا بقول لكم ده القرار اللي هناخده دلوقتي. واخد القرار كان 9 بالليل، والله كان 9 بالليل، ونزل موضوع الشناوي. بعد كده ايه اللي حصل؟ سوشيال ميديا هوب 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 هوب، راح بص مرشدير ورا خطوتين 3 4 ماتش واحده. يا جماعه انا كنت بهزر معاكم، يا جماعه انتوا خدتوا الموضوع بجد ليه؟ انا بهزر معاكم تمام. وده اللي هيحصل مع قرار ربيع ياسين، مع قرار الحكام الاجانب. يا جماعه انا بهزر، يا جماعه مش كل كلمه اقولها تاخدوها على محمل الجد. يا جماعه انا بهزر معاكم، يا جماعه انا والله العظيم انا بقول كلام كده بس عشان خاطر اسخن الدنيا والناس تيجي في سيرتي يا جماعه وتشير وتعرف شويه. يا جماعه يا جماعه انا كان ليا واقعة قديمه واتشطبت والسجلات بص كان طلع لي قرار شطب بس، وما كنتش انزل الانتخابات. ضربت حكم في الملعب، ضربت حكم اسمه الكابتن محمد عشماوي الله يرحمه، الله يرحمه، اهله موجودين اسالوه. نزل له الملعب ضربوه، اعتدى عليه بالضرب، والراجل طلع له قرار شطب، شطب من سجلات اتحاد الكوره، ما يبقاش فيه اسمه خالص. لكن الموضوع اتظبط على انه الواقعة تتشال والراجل ينزل. وتخيلوا حضراتكم الايام تلف 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 والراجل اللي طلع له قرار شطب يدينا حكم ومواعظ ويطلع قرارات ويتكلم على ايه، ويتكلم عن الاخلاق ونبذ التعصب ويطلع. بالمناسبه يا جماعه كابتن خطيب، يا جماعه كابتن خطيب الموضوع ده جه بالصدفه، اقسم بالله جه بالصدفه. لكن لا هو استقبل حد ولا كابتن خطيب. يا جماعه كابتن خطيب، كابتن محمود الخطيب، اي حد يعدي من جنبه اكيد لي الشرف. بس يا جماعه ان انا بقى صورني انا وانا على الجولف كار وانا بكرم وانا والمصعب، ما في الكلام ده. الاهلي يا جماعه والله العظيم كابتن محمود الخطيب روحوا اسالوه هل في حد بالصدفه، انا رايح بالصدفه فلقيت الراجل ده بالصدفه هناك تمام. والدليل قال لك حكامه اتكلمت مع الكابتن خطيب وظبطت، وقلت له يا كابتن خطيب حكامه ما عنديش اي مشكله اعمل اللي انت عايزه. انت بتتكلم على لسان الكابتن خطيب ليه؟ ما الاهلي طلع النهارده بيان وطلع منظرك وحش قوي اهو، وقال لك انا عايز حكم اجنبي والزمالك عايز حكم اجنبي. يعني الزمالك اللي انت كنت يعني بتتشعلق عشان ضدك، مش عايزين حكم مصري تمام. وبعدين عايزين حكم ايه يعني حكم اجنبي؟ ما تروحش تجيب لي حكم من دوله مش عارف رواندا تشيك لا انا عايز حكم نخبه، عايز حكم جامد عشان الماتش ده حساس. لا الزمالك دلوقتي في موقف غير السنه اللي فاتت، ما تروحش تجيب لي حكم من رواندا تشيك ومحدش يعرفه والحاجات اللي انتوا بتعملوها. جيب من افريقيا، جيب من اسيا، جيب في 50 دوله في طيران ما بيننا وبينهم مفتوح تمام. فهرجع مره ثانيه لموضوع منتخب الشباب. الكابتن ربيع ياسين هيتقدم بشكوى او هيتقدم باستئناف في لجنه التظلمات يوم الاحد، طبعا هو قصد يعملها في الويك اند عشان جمعه وسبت ما فيش حد موجود، يوم الاحد. وبعديه بناء عليه ان شاء الله بعديها بعد القرار اللي هيطلع هيكون في مركز تسويه وتحكيم وهيكون في محكمه دوليه. كل ده والحمد لله، الحمد لله كابتن ربيع ياسين مش محتاج لا اعلام ولا محتاج ظهر ولا محتاج اي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ظهره. والناس المحترمه اللي موجوده اللي بتتابع وتعرف اسم وقيمه ربيع ياسين هو ده اللي هو محتاجها. فحضرتك لو عندك الشجاعه انك تطلع تقول ايه حيثيات القرار، هقول لك انا اسف انا مش قصدي، انا ما اعرفش ان في حيثيات حضرتك طلعتها، لكن حضرتك طلعت القرار بدون اي حيثيات كعادتك دايما ما بتواجهش. اطلع مره واجه، اطلع قول يا جماعه انا عملت 1 2 3 4. قول اولا انا ما عرضتش كلام رئيس الجمهوريه في تعيين فنجاده، وان انا ماشي محمود سعد واديله بالعمله الصعبه واديله اضعاف اللي هياخده وهو ملوش نجاحات. 1 2 قول اطلع انا ما خالفتش قرار مجلس الوزراء بتعيين حكام مصريين تمام. اطلع قول كده. 3 اطلع قول ان انت دلوقتي انا اخدت قرارات الوقف بناء على حيثيات ولائحه. اقول لكم على مفاجاه وركزوا معايا كويس قوي. ربيع ياسين ملوش عقد مع اتحاد الكوره، ربيع ياسين ملوش عقد مع اتحاد الكورة. يعني ربيع ياسين شغال مدير فني المنتخب مصر للشباب في الفترة السابقة بقرار من مجلس الإدارة. ربيع ياسين مفيش وثيقة ومفيش عقد بينه وبين اتحاد الكورة، يعني مفيش حاجة تدينه أصلا. يعني انت دلوقتي علشان تاخد على حد لايحة لازم يكون في ما بينك وما بينه عقد، وعايز حضراتكم تركزوا في دي. مفيش عقد ما بين الكابتن ربيع ياسين واتحاد الكورة
في تعيينه، يعني ربيع ياسين كان بيقبض مرتبه وكان بيشتغل بناء على قرار مجلس إدارة طلع من خلال اجتماع تم التصديق عليه من الأعضاء ومن الرئيس، وبناء عليه مدير التنفيذي طلع له قرار، لكن هو مفيش عقد. كابتن شوقي غريب عنده عقد، وكابتن حسام بدري عنده عقد، والأستاذ عمرو الجناني يعرف كده كويس قوي، والكابتن محمد فضل، ولما جم يجددوا العقود أو جم يعملوا العقود هم عارفين إن كابتن ربيع ياسين ملوش عقد ومفيش ارتباط رسمي بينه وبين اتحاد الكورة. دول ثلاث نقط، ومعلش طولت عليكم بس كان لازم اتكلم فيهم كويس قوي علشان نكشف لحضراتكم الناس اللي بتدمر الكره المصريه. دايما الكره المصريه فيها فشل، عارفين فيها فشل ليه؟ عشان بنلاقي اشخاص زي دول هم اللي بيحكموا. ما ينفعش ابدا يا جماعه يكون عندنا كوادر محترمه واسامي تخض واسامي تهز. للاسف بنروح يا جماعه بنجيب ناس والله ما حققوا بربع جنيه نجاح. خرجنا بفضيحه، خرجنا بفضيحه في 2019. هناشد الدكتور اشرف صبحي، انا كلمته النهارده ولكن هو راجل مشغول جدا فما عزلش تواصل ما بيني وما بينه. لو سمحت الدكتور اشرف صبحي لو سمحت، يعني لازم حضرتك تتدخل علشان تشوف الاخ او الاستاذ ده بيعمل ايه، ليه بيعمل كده في الكره المصريه، لصالح مين، لصالح مين، عشان بس الكل يبقى عارف. وفي نفس الوقت موضوع منتخب الشباب كارثه عالميه، كاس العالم اتلغى، مفيش بطوله. انت جاي تعمل موضوع من لا موضوع، انت بتصفي حساباتك؟ انت ربيع ياسين بيضايقك؟ انت يا جماعه انت بس سؤال، انت ربيع ياسين بيضايقك؟ انت المحترم بيضايقك؟ ولا انت عايز الناس اللي تتعامل معاك تكون بتتعامل معاك زي ما بيتعاملوا في الاجتماعات؟ عارف الاجتماعات اللي بيكون فيها اتحاد الكوره، اللي كان فيها مجدي عبد الغني، اللي كان فيها خالد لطيف، اسمين دول، كابتن مجدي عبد الغني والكابتن خالد لطيف، تمام؟ الاجتماعات. فأنا أعتقد لو دول موجودين أنت عمرك ما هتاخد القرار ده، تمام؟ غير بقى إن هم بيعرفوا يردوا طبعا، وغير إن هم ناس تقيلة بياخدوا حقهم وبيزعقوا وبيتخنوا صوتهم، وأنا عارف اللي بيتخن صوته قدامك بتجيب آر في العربية الأوتوماتيك. ماشي، خلينا ناخد معاكم الأخبار سريعا كده، ناخد بقية الأخبار اللي موجودة معانا وركزوا معانا عشان معانا أخبار خاصة جدا ومهمة جدا جدا جدا. أولا الزمالك بيحصل على توقيع رجب بكار لاعب بيراميدز المعار الى سيراميكا كليوباترا، ويستغنى رسميا في نهايه الموسم عن حمزه المثلوسي. حمزه المثلوسي اللاعب التونسي اللي مجلس الاداره السابق اتعاقد معاه، كارتيرون في تقريره بلغ الناس ان هو مش عايزه في نهايه الموسم، وان رجب بكار هو اللاعب اللي كارتيرون محتاجه علشان يدعم الجبهه اليمنى في ظل وجود ازمه مع احمد عيد ومع حمزه المثلوسي. فالزمالك يعاني من نقص في الجانب الايمن، ولكن رجب بكار الموضوع خلص، الزمالك حصل على توقيعه، اتبقى فقط الاتفاق على باقي الامور الماليه وباقي الامور التي تخص او اللي تخص رجب بكار مع بيراميدز، وكمان بعد نهايه الموسم مع سيراميكا كليوباترا. الراجل معجب جدا جدا بامكانيات رجب بكار، على فكره ده من الولايه الاولى مش من الولايه الثانيه، علشان بس بحضراتكم عارفين الراجل راجع باللعيبه اللي كانت موجوده عنده قبل كده، يعني بيسال هل هم متاحين ولا مش متاحين، فلما سال عن رجب بكار قالوا له الراجل متاح والراجل موجود، فقال لهم انا عايزه. فالزمالك يمكن حصل على التوقيع وبعد كده هيبدا يتكلم مع يعني بيراميدز، هيتكلم كمان يعني كمان مع اللاعب الفتره اللي جايه، وممكن كمان يعني يتم الاعلان قبل نهايه الموسم الحالي. ده الخبر الاول. الخبر الثاني، يمكن مع اقتراب رحيل فرجاني ساسي او خلاص موضوع فرجاني ساسي اصبح واقع، والموضوع اصبح صعب جدا جدا جدا، نادي الزمالك يعني بيفاضل في التعاقد او تعرض على الزمالك اثنين لعيبه علشان يكونوا بديل لفرجاني ساسي، والاثنين يمكن توانسه. اول واحد هو يعني احمد خليل، وهو احمد خليل لاعب الافريقي التونسي، وامين بن عمر، اتنين لعيبه دول بيلعبوا في نص الملعب، والاتنين معروضين على الزمالك، والاتنين يعني بالنسبه لنادي الزمالك هم مرحبين بهم جدا، ولكن يتبقى فقط او يعني الامور الماليه الامور الماديه هي دي اللي هتكون حاسمه في موضوع احمد خليل لاعب الافريقي التونسي وامين بن عمر، الاتنين توانسه والاتنين مرشحين علشان يكونوا موجودين مكان فرجاني ساسي في الفتره اللي جايه، ولكن الزمالك لسه ما استقرش دلوقتي على حد منهم. الاثنين طبعا لعيبه كبار والاثنين اسمين كبار، ولكن يتبقى فقط تحديد او اختيار كارترون للاعب واحد منهم علشان يكون موجود محل بديل لفرجاني ساسي في الموسم القادم.
نادي الزمالك عمل كده شويه قرارات الكابتن اسامه نبيه مع كارتيرون مع مجلس الاداره ان هم ازاي يضعوا يعني خطوط حمراء للعيبه اللي موجوده في حاله التجاوز او في حاله الاعتراض او في حاله ان اي لاعب ممكن يخرج عن النص، وبالتالي تسعيره كده موجوده لائحه كده ورقه متعلقه جوه غرف خلع الملابس 200,000 جنيه غرامه على من يعترض على اي قرار من قرارات كارتيرون، يعني لو كارتيرون قال يمين ومحدش جه يمين 200,000 جنيه غرامه، شمال ومحدش جه شمال محدش 200,000 جنيه غرامه، فانا شايف ان قرار زي ده في توقيت زي ده مهم جدا، بيخلي الامور تكون مستقره جدا وبيخلي يكون في نوع من انواع الاستقرار، الاستقرار الفني بيعمل نوع من انواع الاستقرار الاداري او الاداري بيعمل استقرار فني، فانا شايف ان كارترون اهم ما يميزه مع نادي الزمالك ان هو دايما بيكون صاحب قرار، بيكون دايما رادع جدا في قراراته وفي كلامه، وانا شايف ان لما موضوع احمد عيد وموضوع يعني اللعيبه لو اي حد خرج عن النص بيستبعده او يعني بيحطه بره حساباته، انا شايف ان ده بيخلي اللعيبه يعني يكون عندها نوع من انواع الحماس، وان كل يكون عارف ان لو اي حد غلط هيتعاقب، ودي حاجه مهمه جدا جدا ممكن كانت ناقصه في شويه في الفتره الاخيره في نادي الزمالك، ولكن مع وجود الكابتن اسامه وجود مستر كارتيرون اعتقد ان الموضوع ان شاء الله هيعود مره تانية. طيب اخيرا اخر خبر، نادي الزمالك بيعرض رسميا على اشرف بن شرقي 1,700,000 دولار للتجديد. بن شرقي يا جماعه وضعه زي ما بقول لحضراتكم احكي لكم الحكايه سريعا جدا، بن شرقي ناقص له في العقد بتاعه موسم ونصف، من حقه في شهر يناير اللي جاي انه يجدد لاي نادي هو عايزه او يمضي لاي نادي هو عايزه، وبالتالي ينتقل ليه مجانا في الصيف 2022، ولكن نادي الزمالك دلوقتي بيحاول يتواصل مع اللاعب ومع وكيل اللاعب علشان يمضيه من دلوقتي علشان يحمي اللاعب بتاعه ويحمي اللاعب من اي حاجه ممكن تخرجه عن تركيزه، ودي حاجه. الحاجه الثانيه الزمالك وصل مع اشرف بن شرقي لرقم اكبر او نفس الرقم اللي عرضه على فرجاني ساسي اللي هو 1,700,000 دولار، وانا اعتقد ان ده رقم كبير جدا، وانا مش شايف غير ان اشرف بن شرقي لازم يوافق على الرقم عشان يعني ممكن يجي له رقم قريب من ده، لكن مش هيجي له بنفس الرقم اللي عرض عليه الزمالك، علشان يعني اشرف قدامه حلين، يا اما يمشي بعد الموسم ونصف بدون اي مقابل ياخد فلوس اعلى، او يمشي في نهايه الموسم الزمالك يعرضه للبيع عشان الزمالك يستفيد ماديا علشان ما يقررش نفس غلطه فرجاني ساسي، وبالتالي لو نادي اشترى اشرف بن شرقي اشرف بن شرقي هياخد مبلغ اقل من المعروض عليه، لكن لو مضى للزمالك دلوقتي هياخد مبلغ محترم جدا 1,700,000 دولار في الموسم، رقم كبير رقم محترم. في الاهلي يمكن علي معلول يعني بياخد 1.25 مليون في الموسم، فاحنا بنتكلم على ان الرقم كبير كمحترف مصري تونسي في الدوري المصري، وزي ما انتم عارفين اشرف بن شرقي واحد من اللعيبه المهمه جدا جدا في نادي الزمالك، واحد على المستوى الشخصي واحد من احرف اللعيبه اللي بيمتعني، ولكن في الفتره الاخيره هو بعيد شويه ومحتاج ان هو يركز مره ثانيه علشان يرجع يمتع جمهور الزمالك زي ما احنا او زي ما هم متعودين بشكل عام وبشكل خاص كل جمهور الكوره اللي بيتابع الكوره. يعني نتمنى توفيق الزمالك يوم السبت ان شاء الله، والاهلي يوم الجمعه، الاهلي يكسب سيمبا والزمالك يفوز والترجي كمان يفوز. هنتكلم على حاجه مهمه جدا قبل ما انسى، بالمناسبه لعيبه نادي الزمالك تواصلوا مع فرجاني ساسي علشان نتكلم مع لعيبه الترجي التونسي ان هم يوصلهم رساله يلعبوا بقلب ويلعبوا على المكسب، وان هم يلعبوا بالشكل اللي دايما بيلعبوا بيه، وان كل الكلام اللي بيتقال ده هم مش مصدقينه ومفيش حاجه من ده هتحصل، وان الترجي دايما نادي كبير نادي عريق بيلعب على الثلاث نقاط، وعمره ابدا ما هيلعب لمصلحه نادي على حساب نادي، والنقطه دي كنت اتكلمت فيها مع الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، ولكن بعد ما اروح فاصل هيرجع معايا عشان اساله اول حاجه هل ممكن الترجي لسه زي ما حضرتك قلت ممكن يعني يحصل حاجه كده داخليه ما بينه وما بين المولوديه لخروج الزمالك من البطوله، ولا بعد اللي احنا شفناه ممكن الموضوع ان شاء الله الزمالك يكسب وكمان الترجي يكسب، ونبارك للاثنين ونبارك كمان للاهلي فوزه على سيمبا، كل ده هنعرفه لكن بعد الفاصل مع الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، انتظرونا. النهارده هي رمايه حمام علب 12 حمامه 3 خطأ، بيخش كل رامي عندنا 3 ميادين بيضرب
حمامتين او هدفين على كل ميدان، وبتتحسب له النتيجة النهائية على حسب هو خلص كام. الفترة دي طبعا هيحصل، لو في لسه بطولة تانية الاسبوع الجاي، بطولة كومباك سبورتينج، بس دي هتبقى اطباق مش حمام. والفرق طبعا هو يعني، عشان بس ابقى صريح مع حضرتك، هي الحمام ما بيتضربش دلوقتي غير في الثلاث دول مثلا، يعني مصر والمغرب واسبانيا. في لعبة تانية او جيم تاني اسمه الكترو سيبل، ده دخل بدل الحمام ملال. والله البطولة النهاردة بصراحة كانت تشرف، يعني ان النادي عمل بطولة زي دي، كانت عبارة عن 12 حمامة بطولة صيد يعني، والحمد لله خدنا مراكز يعني فيها وكده الحمد لله. في الاسبوع اللي جاي في يوم الجمعة بطولة في 6 اكتوبر، نادي 6 اكتوبر بطولة الكترو سيبل اللي هو الاطباق المراوح، الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الجمعة ان شاء الله. ويوم السبت هنا في الدقي ان شاء الله في بطولة الجمهورية للكومباك سبورتنج، اللي هي الاطباق اللي هي الكومباك، كومباك اللي هي الاطباق يعني لعبة كومباك شوية يعني كده بقى سريعة اكشن جامد. الحمد لله الحمد لله. البطولة كانت جديدة في يعني قوة جوائزها. احنا بنعمل هنا بطولات كثيره جدا، بس يمكن هتبقى اول مره نبقى عاملينها بالقوه دهيت ناحيه الجوائز والحضور والناس اللي يعني مشرفينا النهارده صراحه، كانوا حاجه لطيفه جدا. يمكن تصحى تصوروا بقى وقت تسليم الجوائز وكده. احنا جالنا تقريبا 119 رامي بالظبط، لان احنا اضطرينا نعتذر لاوفر مثلا من 70 نفر، لان كان عندنا ويتنج ليست، واحنا عندنا عشان قصه الكورونا مرتبطين بعدد، وعشان كنا عرفنا نخلصها في نفس الوقت مرتبطين بعدد تاني، فاعتذرنا لهم، لان هي البطوله باسم المرحوم حماده زاهر. وده يعني مش عايز اقول لك الناس كلها يعني تعشقه ازاي، وراجل يعني من تاريخ نادي، يمكن انا نفسي ما عاصرتوش قوي يعني، يمكن لحقته في الاخر، في ناس ممكن يكلموا عليه احسن مني بكتير اللي هم عاشروه يعني من زمن. فمجرد كان اسمه ان هو البطوله دي باسمه، كان ناس كثيره جدا عايزه تيجي تشارك فيها، بس عشان احنا كنا مثبتين العدد في الاول ل 100 نفر، وحتى زودناه ل 120، لكن ما قدرناش ناخد اكتر من كده، فالناس كتير اعتذرت عليها. جوائز ماديه كثيره، كؤوس، ميداليات، وهدايا نفسها عينيه هتشوفوها بقى هناك. مش عايزين نقول كام عشان الناس ما تنقش على اللي كسب. النهارده طبعا الحدث المعمول على مرحوم حماده زاهر، واحد من معالم نادي الصيد بالنسبه لنا وابونا الروحي يعني. البطوله دي شرفها 120 رامي، ده عدد مهول. طبعا كان ممكن يبقى اكبر من كده، لكن احنا قدرنا نقفل العدد على 120. كان في ويتنج ليست تقريبا 67 رامي كمان، لكن قفلنا العدد عشان طبعا الاضاءه والكلام ده كله. ربنا كرمني النهارده وعملت 12 من 12 وطلعت مركز اول. الحمد لله النهارده عملت 12 من 12 وطلعت اول بطوله، ودي حاجه تبسطني جدا ان انا هاخد بطوله كاس كمان المرحوم حماده زاهر. ان زي ما قلت في الاول ان هو راجل عزيز علينا قوي، واحد من ابهاتنا يعني في الرمايه. احنا عندنا بطوله الجمهوريه اللي جايه للاطباق الرمايه على اطباق الحفره ان شاء الله باذن الله، وعندنا ان شاء الله بطوله الاسبوع الجاي في بطوله الكومباك سبورتنج، دي بطوله كاس الاتحاد برضه ان شاء الله مشارك فيها باذن الله. يعني انا بلعب في ثلاث بطولات مختلفه، لكن زمان وكده قبل ما ابطل يعني كنت في رامي منتخب مصر في اطباق الحفره. لا والله احتفاليه جميله، الناس كلها موجوده، ونادي الصيد احنا اعضاء اصلا في نادي الصيد، فطبعا يعني وكل الناس دول اصدقائنا، وحاجه احتفاليه جميله وذكرى كويسه طبعا. يعني حماده زاهر يعني الله يرحمه كان من اعمده نادي الصيد يعني. برحب بحضراتكم من جديد. واحد من نجوم الكره المصريه، واحد من نجوم نادي الزمالك اللي دايما بيشرفني وبينورني، هو يعني كالعاده هو مش طيف، هو صاحب مكان، كابتن وليد سيد عبد اللطيف. كابتن مصر برحب بحضرتك. كابتن عمر اخبارك ايه حبيبي؟ كله تمام؟ تمام والله. كل سنه وحضرتك طيب. رمضان داخل علينا، ويمكن اخر اسبوع لينا قبل رمضان، فلازم يعني اقول لك وعايد عليك قبل رمضان، ولكن عشان خاطر اخر حلقه قبل رمضان فلازم اعايد عليك على الهوا. يعني كل سنه وانت طيب عمر، الامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله طيبه وبخير، ورمضان كريم، ويبقى شهر
يعني شهر كده يا رب يتقبل مننا الصوم والقيام والصلاه باذن الله. تخيل على ايام مفترجه المفروض الناس تهدى كده ويكون في يعني سكينه وهدوء شويه عشان زي ما حضرتك عارف الشياطين هتتسلسل يوم الاثنين. ولكن ايه حتى لما بتتسلسل بيكون في دايما مشاكل. كابتن وليد خلينا نبدا معاك بمباراه الاهلي والزمالك. هي يعني هي حديث الساعه من دلوقتي الاهلي، مع ان الاهلي والزمالك عندهم ماتشين مهمين جدا يوم الجمعه ويوم السبت، والزمالك عنده مباراه مصريه. صحيح. وبالتالي انا لو مسؤول في الدوله عن الكوره اهيئ الاجواء كلها لنادي الزمالك ان هم يركزوا في المباراه، صح ولا انا بتكلم غلط؟ صحيح. ولكن حكام القمه اسماء بدون لازمه، فتنه مخالفه لقرار مجلس الوزراء، واللي يقول لك ان ده قديم قول له ان ما فيش قرار بيكون ليه تاريخ نهايه او اكسبايري ديت. وبالتالي موضوع حكام القمه، هل حضرتك شايف ان هو حاجه فيها اسم اصلا ولا الموضوع واخد اكبر من حجمه كعادته؟ طيب بص انا هبتدي يعني اللي قال قرار مجلس الوزراء ده قديم واتلغى، ده كابتن وجيه احمد رئيس لجنه حكام هو على دماغي واحترام ليه. لا انا بقول لك اللي انا اعرفه يعني، انا راجل بعسه جدا وبقدره، بس انا بتكلم احترامي. ده قرار يا كابتن وليد ملوش اكسبايري ديت. اتفضل يا كابتن. تمام. فانا بقول لك اللي احنا بنتكلم على قرارات بعيد عن الاشخاص يعني. لكن هو قال ان القرار بتاع مجلس دوله الوزراء كان ده قديم بتاع ربنا يرحمه كمال الجنزوري، وقال ده خلاص ملناش دعوه، ومين قال احنا نجيب حكام اجانب؟ ده طبعا دي بدايه الكلام. لكن خلينا نتكلم احنا فعلا ليه عايزين نعمل فتنه، او ليه عايزين نعمل تعصب من غير لازمه ومن غير اي وجع دماغ ومن غير اي يعني، ده احنا ما بنصدق احنا عايزين حاله استقرار والكلام ده كله. ليه اتحاد الكوره عايز يصدر الضغط؟ مش اتحاد كوره كابتن، هي لجنه، لجنه شخص واحد بيديرها. معلش يعني الالفاظ بتهمني. معلش يعني اقول ايه؟ طيب اللجنه، اللجنه الكوره ده ناس منتخبه، ناس اخذوا اصوات حقيقيه، لكن حد متعين في لجنه في توقيت يجي تسيير الاعمال؟ اللجنه. تمام. صحيح. اللجنة. صحيح. اللجنه ليه عايزه تصدر المشاكل ليها؟ يعني ليه المهندس احمد مجاهد ولجنته يعني عايز يصدر ليه المشكله؟ وطول عمرنا بنقول ان الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك ده حكام اجانب، وخصوصا انت شايف ان في كلام طلع ان ايا كان يعني هنتكلم عن نادي الزمالك، انت بتتكلم عن اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي، طلعت اعتراض وقالت انا مش عايزه حكام مصريين، انا عايز حكام اجانب. وده خلي بالك يعني انت الحاله الوحيده اللي ممكن تخلي حكام مصريين يحكموا الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي لو المنافسه بعيده زي ما حصلت الموسم ما قبل الماضي. كابتن الحنفي كان هو حكم المباراه وانتهت 1-0 للاهلي بعد ما كان التحصيل حاصل، والاهلي رسميا كان حسم اللقب. خلاص دي حاجه هنقول ماشي ملهاش لازمه. لكن انت دلوقتي بتتكلم المنافسه بين الزمالك والاهلي قائمه، وده لو الاهلي كسب المؤجلات بتاعته هيبقى فرق 3 بونت بس بين الاهلي والزمالك. فانت بتتكلم في حاجه منتهيه ما ينفعش اصلا نتكلم فيها يعني، ولا حتى الشارع المصري ولا الشارع الكروي. وبعدين انت ما تيجي تقول دلوقتي جمهور الزمالك متصدر له ان في موافقه من النادي الاهلي ان هو يقول لك عايز حكم دولي زي مثلا الكابتن البنا يكون حاكم اهلي وزمالك، مع ان الكابتن البنا ما حكمش اهلي وزمالك قبل كده. بس انا عايز اقول لك على معلومه كابتن بنا لو في ترشيح ليه، عشان في درجه يعني ان هم من نفس البلد او من نفس من كفر الشيخ يعني. طيب يعني خلينا نقول اللي هو مرشحين 1 و2 و3 و4 مع الاحترام كلها للاسماء اللي موجوده يعني. طيب انت جمهور الزمالك هنقول اغلبه ما يعرفش مثلا ان النادي الاهلي طلع بيان دلوقتي ونفى فيه الكلام ده كله، تمام، اللي هو ما اتفقش على الكلام ده ولا رشح حكام. تمام. طب ليه انت دلوقتي ما جمهور هنقول مش كل جمهور الزمالك يعرف ان النادي الاهلي مثلا كان عامل كده ومتفق على كده، والقمه مثلا راحت للنادي الاهلي مثلا؟ انت هتولع في الدنيا؟ هتولع في البلد؟ تخيل ده حصل كابتن وليد، مثلا جبنا حكام مصريين وفي ضربه جزاء الزمالك ما اخدهاش والاهلي كان كسبان 1-0 او العكس، يعني ايه اللي ممكن يحصل يا كابتن وليد؟ بص البلد هتولع، انا بقول لك سواء من هنا او من هنا، لان انت بتتكلم في منافسه قائمه ولسه بدري.
ولسه بدري لا الزمالك يقرب يبقى الاثنين متساويين بعد الاهلي ما يكسب مؤجلاته لا اما الاهلي يفرق بسته بعد ما يكسب مؤجلاته انت فاهمني ازاي يا عمر فانت ليه عايز تعمل كده ليه بتصدر مشاكل ليك ليه يعني انا عمري ما شفت كده وبعدين انت زي ما قلت طول عمرنا بنقول ان حكام اهلي وزمالك او زمالك واهلي حكام اجانب انا ما اعرفش يعني الاول طلع وقال لك ايه الهدف يعني انا عايز افهم ايه هقول لحضرتك الهدف في كده انت بتوفر عمله صعبه لا ما استنى بس انا جاي لك معلش خلينا خلينا بس يا عمر يعني انت بتوفر عمله صعبه ده سؤال رقم اوكي ماشي تاني حاجه انت بتشجع الحكام المصريين ماشي يبقى كده رقم 2 طيب انت شايف ان الشارع المصري يستحمل حاجه زي يستحمل حاجه دي في الوقت ده اربعه اللي هو انا عايز اسمع بقى وجهه نظره اللجنه يعني وجهه نظر اللجنه طيب بص يا كابتن بما ان احنا يعني بنتناقش مع بعض الموضوع مش اسئله خليني اقول لك الموضوع ازاي حضرتك بتقول ايه الهدف طيب حضرتك فاكر الشناوي لما توقف الاول كام ماتش كان اربعه صح اربعه وبعد كده ماتش حلو لما طلع اربع ماتشات هل كان فيها حيثيات هل كان فيه لائحه هل كان فيها حاجه لا مفيش حاجه طب هو ليه عمل كده ايه الهدف نفس السؤال حضرتك بتقول انا بساله لك ايه الهدف لما وقف ولا لما رجع في وقفه لما اخد اربع ماتشات وبعد كده ماتش طب انت ليه بتاخد قرار وبتعلنه في الاخر بترجع فيه ليه ايه الهدف استعراض يعني عضلات مش استعراض امال ايه الناس تتكلم عليا وتشهر وتعرف وناس تتكلم تقول احمد مجاهد معقوله هو ليه تفسير تاني عند حضرتك لا اصلا طب ايه الاستعراض بالعكس لما انا استعرض واقول اربعه بعد كده واحد ده مش استعراض ده انا كده بقول كلمه وبرجع فيها صح ولا غلط طبعا طيب انا لما اقول اربعه بعد كده واحد وانا عارف ان ده هيحصل عارف ليه هو بيحب جدا انا اقول لك على معلومه هو بيحب جدا جدا الناس تكلمه في التليفون وتتوسل اليه والله العظيم يعني طب انا اقول لك على حاجه ما اعرفش طب انا اقول لك على حاجه والله 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 انا مش هقول في بعض الاشخاص المعينين في اتحاد الكوره ليهم مرتبات شهريه والله ما بيصرف الفلوس الا لما حد يروح للمكتب يقعد معاه والله 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 ثلاث مرات ما بيصرفش الفلوس هو عنده الداء ده هو بيحب دايما الناس تتودد له ويا فندم عشان هو بيحب كده فانت دلوقتي لما الاهلي يكون في خطابات رايحه وجايه معلش مع احترامي اهلي وزمالك بتكلم في اتنين اسامي كبار جدا وهو رئيس لجنه مؤقته فانت دلوقتي كابتن وليد لما اسم الاهلي او الزمالك كبير قوي فانت لما يجيبوا سيرته في الموضوع بيعود بالنفع عليه بس خلي بالك ما هو في الغالب اللي هو هيجي مدير تنفيذي يعني لاتحاد الكوره مفيش يعني. الكلام ده يا كابتن ليه؟ انسى ليه ما في صحابه مش جايين صحابه مين؟ صحابه اللي حضرتك عارفهم مش جايين طبعا ليه؟ ايوه مش جايين وجوه جديده خلاص رسمي وجوه جديده الدوله دلوقتي بتشجع كل ما هو جديد الدوله دلوقتي يا كابتن عايزه الناس الكوادر المحترمه الناس الكوادر اللي بتضيف للكره المصريه دلوقتي ناس يا كابتن ناس خرجوا بفضيحه من 2019 يجوا تاني ازاي؟ قول لي كده هو مين هو دلوقتي مش الناس دي؟ ما هو ده اللي هيحصل يعني لا مش جايين تاني ما انا بقول لك خدها مني معلومه يعني باشمهندس انا بريده مش هترشح لا هو نفسه قال لا هو قال لا هو قال مش هو قال لا طلع مع استاذ عمرو اديب قال لك انا مش هترشح للانتخابات طب ما في ناس كتير قالت نفس الكلام وبعد كده بترجع 2021 غير ما فيش والله مدير تنفيذي يا كابتن هو الثلاث شهور دول يا كابتن وليد وشكرا على كده بقى ويخليه بقى ايه يعني يتفرج بقى يعني يتفرج على الدوري الانجليزي طب ما انا هقول لك حاجه يعني بالقرارات اللي المهندس احمد مجاد بيعملها ده مش معنى اللي هو بيعمل حاجه وقتيه لا ده هو بيبني في حاجه قدام هو بصص لها طب اسالك سؤال دلوقتي حضرتك انت عينت شكلت منتخبين وجبت مدير فني للاتحاد ده لسه هتكلم معاك فيه طيب هل دلوقتي حضرتك الناس اللي جم دول هل دلوقتي الناس الجماعه العموميه هتتفق على 11 واحد او 10 او 7 هل هم هيتفقوا عليهم السبعه دول تنجحوا كده ولا كل مجلس لازم يكون فيه مثلا ممكن 2 3 4 ممكن يبقوا بره القائمه يا كابتن وليد وده اللي حصل يعني كابتن مجدي وكان في ناس كابتن خالد يعني كان في ناس من بره ايه فانت دلوقتي الناس لو دي جت وقالت لك انا مش عايز دول هتعمل ايه؟ انا مش عايز الجهاز الفني للمنتخب ده مش عايز فنجاده هتعمل لك فنجاده مال مين فنجاده بتاعنا؟ فنجاده مال استنى دلوقتي كابتن انا نمت قبل الهوا ريحت شويه كده وصحيت لقيت الناس بعتين لي فنجاده مدير فني للاتحاد المصري كرة القدم فنجاده مكان الكابتن محمود سعد؟ طيب انا ممكن اسالك سؤال الشباب الرئيس طلع بعد ما خرجنا وقال ان احنا عايزين مدرب مصري للمنتخب لحظه بس يا كابتن لحظه بس يعني مدير فني للمنتخب صح؟
عايزين كوادر مصريه، عايزين كوادر مصريه عندنا من الاسماء اللي تستحق. وزي ما احنا قلنا احنا هو قال ان احنا حققنا نجاحات مع مين؟ مع المصريين. كابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحاته، صح كده؟ ده انا صح كده؟ الوحيد اللي اخذ البطوله مايكل سميث 86، الوحيد الاجنبي. صحيح، تمام. فنجاده بما تفسر تعيين فنجاده مكان الدكتور محمود سعد اللي بياخد بالعمله المصريه اللي بياخد له 25000 جنيه في الشهر، وان انا اتعاقد مع مدير فني الاتحاد عمره ما كان عنده خبره، ومحاضر ومحاضر وطبعا محاضر طبعا. وعمره ما كان اشتغل في منصب اداري ليه علاقه بالكوره، يعني هو مدير فني بس. ولا وفشل مع المنتخب الاولمبي. اجيبه مدير فني الاتحاد وياخد بالدولار ليه؟ بما تفسر حضرتك راجل نجم وانا راجل مذيع وبسال، واعتبر ان انا ما عنديش فكره عن اي حاجه. لا انا مصدوم بجد، يعني ليه ايه الهدف اللي انا اجيب مدير فني للاتحاد اجنبي وياخد بالدولار؟ طب انا الاولى اجيب مدير فني لمنتخب مصر اجنبي ولا مدير فني للاتحاد اجنبي؟ لا، منتخب مصر. طيب انهي اولى، اروح ادور على واحد انا اسف مفيش خالص في الحته دي، ولا اروح لالمانيا، هولندا، اسبانيا اللي بيخططوا؟ حلو، اروح لمين؟ هو المانيا. هو كولينا ده مش اعظم حكم في العالم؟ طبعا. الخليج ليه بيستعين بيه؟ ان هو يعني بيستعين ليه بيه؟ عشان خاطر راجل ناجح، صح؟ لا طبعا طبعا. طب انا لما اجيب فنجاده يا كابتن وليد، نعم ايوه، ما احنا عايزين ندور ايه الهدف ورا ان انا اجيب فنجاده؟ اشمعنى فنجاده؟ معلش خلينا نتكلم مع بعض او نفكر مع بعض. والله العظيم انا ما عنديش اجابه للاسف، الحلقه النهارده كلها اسئله ما عنديش اجابات ليها. يعني انا ما عنديش. ايوه، يعني انا اجيب مدير فني للاتحاد بياخد هياخد كام الف دولار ومش عايز اجيب حكم اجنبي للزمالك والاهلي، اضعف الايمان مثلا. بس ده ما يمنعش ان 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 فنجاده غلط. كابتن فنجاده انا مش فاهم، انا مش فاهم. طب بص يا كابتن، دلوقتي انا زي ما بقول لحضرتك دلوقتي بعد 3 شهور في ناس جديده جايه، تمام؟ ناس جت ومشت فنجاده، مين هيتحاسب على 3 شهور راتب؟ ايوه طبعا بالظبط. مش ده هدور ملعب؟ طبعا. طب مش طبعا مش الدوله المصريه. وفين وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي؟ انا ما اعرفش. يعني انا بتكلم يعني انا والله العظيم دكتور اشرف يعني ازاي موافق على اولا البدايه قبل ما اقعد على الكرسي ده اللي هو الحكام مصريين في ماتش زمالك واهلي، وبعد كده يوافق على تعيين فنجاده مدير فني الاتحاد؟ يعني الدكتور اشرف تدخله ايه؟ او يعني انا مش عايز يعني اقول كلام تقيل شويه، لكن دكتور اشرف مع كامل الاحترام فينه؟ فينهم القرارات دي؟ وهل الدولة موافقة على الكلام ده؟ اللي هي المفروض يعني اللي سيادة الرئيس قال الكوادر المصرية، الكوادر المصرية من كوادر بقى إذا كانت كبيرة في السن أو شباب أو الكلام ده كله، أنت بتشجعهم فين؟ يعني أنت بتمشي الدكتور محمود سعد اللي هو المحاضر الدولي اللي هو بيدي محاضر في التخطيط وفي الإدارة وفي الكلام ده كله، وبتمشيه بسبب معرفش ايه السبب، وبعد كده بتجيب واحد هياخد بالدولار؟ طب انت يعني انت ميزانيه الاتحاد شغاله معاك؟ انت عارف يا كابتن وليد ايه اللي مزعلني؟ انت كنت عايز تلغي الفار عشان عايز يلغي ده هيلغيه لسه برضه ده عمال يلف 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 عشان يلغيه بقى شكل اشكال عايز. وبعدين الانتخابات فين؟ امال لجنه الجناني مشيت ليه؟ عشان ما عملتش انتخابات. طب انت جيت اللجنه دي ده تسيير اعمال، تسيير اعمال ملوش حق ان هو يعين ولا يمشي ولا يقعد. يا كابتن وليد عمل حاجات لو احنا قعدنا. طيب ما هو سؤال دلوقتي سؤال، يعني هو ملوش الحق طبعا، كل الاحترام والتقدير لشخصه، لكن انا بتكلم على الوظيفه اللي هو فيها. يعني هو ملوش حق اللي هو يعين، صح كده؟ لا يعني تسيير اعمال يعني ما طيب ملوش حق. طب هو عين دلوقتي هنفترض عين، لا هو بيعمل كده وانتوا حرين اعملوا انتوا عايزين. ايوه يعني هو ايه يعني مثلا مين اللي هو بيقول كده؟ هو والله بيقول انا جلدي تخين ما بتاثرش باي كلام. يعني طب يعني لو وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف قال لا ما ينفعش، هيعمل ايه؟ هيقول لك ده تدخل دوله في شؤون الكره المصريه ولا تعارض. هيقول كده؟ هيقول كده وهي يعني هي الدوله في والله العظيم هيقول لك كده. بص يا كابتن خلاص، بص يا كابتن عشان بس انا عايز يعني انا عايز اختم معاك واقول لك رايك في عقوبات منتخب الشباب والكلام اللي صدر بدون حيثيه، هل حضرتك موافق ولا مؤيد ولا معارض؟ ولا كابتن ربيع سيد وقف 6 شهور عن ممارسه اي نشاط وغرامه 200000 جنيه، دكتور المنتخب 3 شهور و100000 جنيه، رئيس البعثه ما حدش جه جنبه، اللعيبه 3 لعيبه تعاقبت بغرامات ماليه، حيثيات ما فيش اصلا. مش المنتخب ده كان رايح من غير رئيس بعثه؟ تمام. وبعدين كاس العالم اتلغى، فهل حضرتك شايف القرارات اللي طلعت هل بدون حيثيات ما هي موجوده؟ لا ما فيش حيثيات. تهريج تهريج تمام تهريج. لا انا شايف ده هزار. طب
وفين فين الحيثيات وفين لجنه التظلمات وطلع لا هو طلع هو كل حاجه برضه؟ اه والله هو كل حاجه. لا يبقى في حاجه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، مين المدير التنفيذي للاتحاد؟ مين؟ استاذ ريد العطار صح؟ اه المفروض اقسم بالله واخد الختم من دورك، مش هو ما بيعملش حاجه خالص، هو بيمضي هو بيختم، مش مع استاذ ريد ما معهوش اي اختام خالص، ما معهوش اي حاجه. يعني 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 بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعني يلغي دوره كمدير تنفيذي للاتحاد، هو بيمضي على الجوابات وهو التاني بيختم، يعني هو معاه كل الاختام، كل الاختام في درجه هو لوحده. ايوه طيب وانا زعلان من حاجه يا كابتن وليد، انا زعلان يعني. انا زعلان من حاجه يعني، انا لو حضرتك قلت شخص مش شخص مسؤول في حته، هل حضرتك دلوقتي مش الموضوع لازم يبقى شورى او لازم؟ اكيد طبعا. طيب معاه يعني انا كنت متوسم فيهم خير. طب انا عايز اسال سؤال بس يعني عشان ما انساش. طيب معلش طب انا اكتب عشان ما انساش. اه يعني انا عايز استفسر على حاجه دلوقتي، مش لجنه الاستاذ عمرو الجناين مشيت عشان ما عملتش انتخابات في وقتها؟ لان الدوله المصريه ما كانتش قالت ما فيش انتخابات، او يعني مش لسبب من الاسباب، ما هي دي ماشي. ما هم اشتكوها للفيفا والفيفا راح قال لازم تعمل انتخابات، فعشان بناء على اللي هي ما عملتش انتخابات راح مشيت وجابوا اللجنه دي وقالت الانتخابات دي هتحصل في شهر كام؟ 6 تقريبا، 7 7 وبعد كده تاجلت ل 11. لا اللي فاتت ولا اللي جايه؟ لا اللي في اللي اتاجلت اول مره. تمام 7 او بعد كده 11، كل شويه كانت بتتاجل. طيب فعلا عشان خاطر اللائحه والناس. طيب ما خلصوها. طب ليه ما سبتش عمرو الجنايني اللجنه بتاعت عمرو الجنايني؟ بص يا كابتن وليد انا هقول لك على حاجه بسيطه، ما عايزين نعرف السر. انت عارف ان الاستاذ عمرو الجنايني واللجنه اللي فاتت ان هم عملوا اللائحه صح؟ اه. انت عارف ان حصل تحايل في اللائحه في معاني بعض الكلمات عشان تغير معنى الجمله كلها ولا مش عارف؟ لا ما اعرفش والله العظيم، بتكلم بجد والله ما بهزر، بتكلم بجد يعني. طب انا عايز اعرف بعض البنود الناس كلها عارفاها يعني، مثلا مثلا كلمه اغيرها علشان تغير معنى الجمله عشان انتخابات يعني ولا عشان ايه؟ طبعا عشان انتخابات، بس هم فاكرين ان هم نازلين، هم مش نازلين. انا بقول لك اهو مفيش حد نازل. اه دي معلومه يعني، مش حدش محدش ينزل، محدش ينزل. طب ما القوه قوه القرارات اللي بياخدها عشان معامل فيفا، معين من الفيفا. اه معين من الفيفا، محدش بينتخب وبيحاول يرضي يعني رؤساء الانديه علشان يكسب الود. مقابل بقى الاصوات، هو فاكر نفسه ان هم نازلين، هم مش نازلين، ما دي الفكره. طيب ما هو السؤال دلوقتي، طيب معلش دلوقتي اللجنه او النادي بتاعي نادي الزمالك مش موافق على حكام مصريين وطلع قرار بكده، انت تعمل ايه؟ انا هعمل انا هقول ان انا عايز حكام مصريين عشان ابقى مثير للجدل وشخص جامد جدا ومن اجمد 5 رؤساء في العالم. آه. 5 رؤساء اتحاد في العالم. وبعد كده اقول لهم يا جماعه انا كنت بهزر معاكم، انا مش قصدي، احنا القمه. وهيجيب اجانب طبعا كابتن، قرار دوله كابتن وليد. احنا كابتن وليد انت بتوديني البحر وترجعني تاني. ما هو كابتن عايز يعمل كده، ما هو عايز. الله ينور على حضرتك، احنا كمان مش فاهمين حاجه. احنا يا كابتن دلوقتي في فتره استقرار، مفروض ان الدنيا تكون ماشيه لطيف، والزمالك عنده ماتش السبت، الاولى الاهلي والزمالك ولا الزمالك مثلا وتونجي؟ الزمالك حلو قوي. الزمالك عنده ماتش السبت وبعد كده نتكلم في القمه اللي بعدها باسبوع. هل احنا نوفر الاجواء ولا نعمل ازمات ونفتح الازمات ونخلي الناس مش مركزه؟ طيب لو انت عايز في هدف ان نادي الزمالك يحصل له حاجه الماتش الجاي. هو طب ما الاهلي نفس القصه، ما الاهلي ممكن. لا بس الاهلي صاعد. ماشي بس الاهلي يا كابتن معلش، لما الاهلي يحصل نتيجه سلبيه على ملعبه حاجه وحشه. هي حاجه وحشه بس صاعد. لكن انت نادي الزمالك دلوقتي انت لازم تكسب. انت بتعمل البلبله دي قبل مباراه نادي الزمالك ليه؟ وبتقول ليه من دلوقتي ان انت هتجيب حكام مصريين؟ واللجنه دلوقتي بدل ما تركز في ماتش غصب عنها، خلي بالك هي غصب عنها، بدل ما تركز في ماتش الزمالك بتاع يوم السبت، ركزت دلوقتي وطلع الكلام ان لا احنا مش موافقين وعايزين حكام اجانب. بعد ما كان المفروض الثلاث اربع ايام دول خلاص ولا اليومين دول تركيز على ماتش السبت. يبقى طيب انت هدفك ايه؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك على يعني هتكلم معاك عن الزمالك، عايز اتكلم معاك عن الزمالك سريعا وتقول لي مباراه يوم السبت حضرتك شايفها ازاي. واحنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على ان حضرتك قلت ان الترجي والمولوديه ممكن يخرجوا الزمالك من البطولة باللعب في اتجاه تعادل، مظبوط كده؟ ولكن يعني الاسبوع ده حصل تطورات كتيرة جدا وكلام كتيرة جدا. وانا قلت كمان قبل الفاصل ان الزمالك اتكلموا مع فرجاني ساسي بما انه راجل تونسي وراجل على علاقة بلعيبة الترجي التونسي، وصل لهم ان انتوا لازم تلعبوا على الثلاث نقط وانتوا لعيبة كبيرة، كل الكلام الكويس ده كله. هل الوضع الاسبوع ده بالنسبة لك مختلف عن الاسبوع اللي فات والكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه ولا لا؟ لا ما اختلفش. لسه ما اختلفش. خايف من الترجي والمولوديه يعملوها؟ يعني مع احترامي الكامل انا كراجل زملكاوي هيعملوها. هيعملوها من وجهه نظري. لان مفيش حاجه تخلي الترجي ولا ككوره الترجي ولا المولوديه اللي هم الاثنين يجسفوا. وخصوصا المولوديه.
اجازف ليه؟ اجازف ليه؟ واروح اهاجم الترجي في تونس عشان هجمه مرتده تيجي فيها جون اطلع بره افريقيا. طيب هل شايف ان الزمالك جمهور الزمالك وحضرتك والناس كلها الزملكاويه المتعصبين بحب كده للزمالك كله بيتكلم عن الترجي والمولوديه، هل حضرتك خايف حته شويه كده يعني من ان الناس ما تبقاش مركزه في ماتش الزمالك وتونجيت وممكن لا قدر الله يحصل نتيجه ايجابيه للزمالك في تونس ويحصل نتيجه سلبيه هنا في مصر؟ خليك في الاجابه دي بس بعد ما نروح للفاصل، عايزك تفكر فيها كويس عشان خاطر ناخد الكلام ايه الزبد، نروح للفاصل ونرجع نكمل مع كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مره ثانيه. كابتن وليد قبل الفاصل سالتك السؤال اللولبي، جمهور الزمالك وحضرتك والناس اللي محبه للزمالك والجمهور المصري اللي بيحب الزمالك بيفكر في المولوديه والترجي وشويه يعني قلل الكلام عن الزمالك وفريق تونجيت السنغالي، هل حضرتك خايف ان ده ممكن يكون فعلا يعني يعمل نتيجه عكسيه؟ يعني. لا طبعا لا بنسبه كبيره، لا انا شايف ان نادي الزمالك والفرقه مركزه الفتره دي بس في لغز كبير يعني مش عارف اللي هو يعني معرفش بالنسبه لزيزو احمد سيد زيزو مش عارف يعني كان مصاب وبعد كده معرفش ومفيش بتضحك ليه؟ والله بكلمك بجد يعني هو المفروض ما اتكلمش في الموضوع ده بس برضه لا يعني لا يعني هو قبل ماتش المولوديه هناك كان رابط رجله وبتاع وجه تاني اول ما جه من السفر نزل التمرين وتقريبا مفيش دكتور الفرقه طلع تقرير او طلع حاجه بيان يعني قال الوضع يعني. تفتكر ان ممكن يكون ليها ابعاد سياسيه؟ يعني مثلا كارتيرون استبعده علشان عمل حاجه فمسك رجليه علشان يعني انا بفكر معاك، حضرتك لعيب كوره وعارف ان ممكن في بعض الاوقات اللي هيكون في حاجه داخليه جوه الفريق علشان خاطر يعني بص انا عايز اقول لك حاجه يا عمر ان نادي الزمالك بيكبر اي حد بيكبر اي حد، فهي الفكره ان انت اي لعيب عموما شايف نفسه اللي هو مثلا لما انا ملعبش او ادعي الاصابه او ايا كان بوجه عام يعني ان انت هتاثر مع الفرقه او ان انت الفرقه تتاثر بغيابك يعني وده ما حصلش يعني حتى شفنا شيكابالا كان عامل ازاي ما شاء الله عليه واتوقع اللي هو نفس التشكيل هيبدا يوم السبت نفس التشكيل لكن برضو سؤال بالنسبه لزيزو لان انا شايفه بقاله فتره كبيره جدا مش مركز في مع نادي الزمالك يعني او مستوى قل شويه انا مش باجي عليه لكن هو اي نعم الراجل جاله فلوس كتير من العين الاماراتي يعني مش كده جاله عرض كويس بس انت حضرتك عارف هو بياخد كام في الزمالك ولا لا معلش ما هو مش قصدي هو اي فلوس هتجيله حتى لو في يعني حتى لا لو في لا مصر لا قول الاول قول الاول هو كان جاي منين طبعا انا متفق معاك يعني يعني وبعدين كان في الوقت اللي الناس بتاخد فيه فلوس قليله كان هو بياخد 3 مليون او 4 مليون بس يا كابتن وليد خلينا نتكلم كلام علمي شويه في حته معانا كابتن وليد حضرتك دلوقتي لو مسؤول تعاقدات او مدير كوره في الزمالك تمام هل حضرتك شايف ان الزمالك اخد وقت طويل قوي قوي في موضوع فرجان السياسي واهمل بعض اللعيبه اللي كان عقودها هتخلص هي كمان قريب يعني الوقت سرقهم في زيزو بن شرقي وعبد الله جمعه يعني مثلا لما اللعيبه تسمع ان فرجاني ساسي عايز يجدد بالمبلغ ده ما ده غلط ما ده اللي انا بتكلم فيه ده غلط. هل حاجه زي كده ممكن تكون السبب ان زيزو تبوظ الفرقه حق يعني الاولى الاولى كان مين يجدد هل زيزو بن شرقي وعبد الله جمعه اللي عقودهم الثلاث لعيبه الاربع لعيبه القائم الاساسي ولا لاعب واحد بس اللي انت كنت تركز معاه اسالك سؤال انا مش مع تجديد فرجاني بالرقم ده تمام يعني حتى لو متوفر في الزمالك عشان نحط تحتيها 100000 حتى لو الفلوس موجوده في الزمالك اتفق معاك لا فتنة. طبعا لكن انا في الوقت اللي انا جدد فيه اشوف الونش احسن مدافع في مصر طبعًا. دلوقتي مش كده بسم الله ما شاء الله عليه صح بسم الله ما شاء الله طيب عليه. انا ما جددلوش ليه معلش لو جيت قلت لي دلوقتي ان الونش ولا زيزو اجدد انهي اولى اقول لك الاثنين بس انهي اولى الونش لانه رقم واحد في مصر مش كده وبياخد مليون ولا مليون وحاجه اي كلام يعني في الوقت ان مثلا زيزو بياخد 3 ولا 4 في السنه وجاي ما حدش كان يعرفه تالق سنه ولا سنه ونص ولسه في عقده سنه ونص ايه المطلوب كاداره يعني انت عايز مني ايه انت لسه لك سنه ونص عايزنا اجدد لك دلوقتي ماشي من عينيا الاثنين بس بالرقم اللي انا عايزه كاداره هتقول لي لا انا جاي لي كان جاي لي اكتر طب ماشي خلاص لما بقى السنه ونص بتاعك يخلصوا مع السلامه هل الزمالك ده المنطق تمام ده المنطق لكن بعض جمهور الزمالك يجي يقول لك ايه
ازاي بتتكلم كده على زيزو؟ ده نجم الفرقه. لا مش يعني لعيب كويس وكل حاجه واضافه، لكن باتشيكو هو اللي فضل فرقه وطلع اعراض بره في اول موسم وخلى اتنين موجودين اللي هو زيزو وبن شرقي بس. طيب لو اديتك اختيارين، قلت هل الزمالك تعلم من درس فرجاني ساسي لو ما جددش للزمالك غير بالرقم اللي هو عايزه ومشي، هل الزمالك دلوقتي يتعلم الدرس ويبيع اللعيبه اللي مش عايزه تجدد واللي باقي في عقودها موسم واحد علشان يستفيد ماديا طبعا، ولا يسيبها لحد نهايه السيزون ويمشوا ببلاش؟ لا ابيعها طبعا استفيد. صح؟ طبعا لو هو مش عايز يجدد يعني هو مش هو اللاعب معايا كابتن، طالما اللاعب بيماطل فهو مش عايز يجدد. لا او هو مش خسران حاجه. ليه؟ انا هقول لك حاجه. لا كلاعب مش خسران. لا ولا خسران. عارف ليه خسران؟ ليه خسران؟ ليه؟ هقول لحضرتك. انت كابتن دلوقتي لما تشغل بالك بالتجديد، انا كلاعب انا دماغي مش مركزه في الملعب ودايما وداني مع الناس اللي بتتكلم وكلاء اللعيبه والانديه. لا ما ثانيه واحده يا عمر. لا فانا مستواي هيقل. لا 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 فانا مش هلعب. لا انا مش معاك في دي بقى. اقول لك ليه. طيب. يعني مثلا لعيب لسه له سنه ونص وهو طالب مثلا سي 10 مليون في السنه، ماشي، في المقابل انا باخد 3 ولا 4 خلاص، ولسه له سنه ونص. تمام. انا دلوقتي الناس عارفه مستواي عامل ازاي. هيقل معلش، بس انا عيني عليك. ثانيه واحده بس. يعني انا كنادي شايفك وعارف مستواك، وبالتالي ما تستبعدش ان انا بنتفق معاك. انا كلاعب متفق مع النادي التاني ان انا هعمل كده واعمل كده واعمل كده لحد ما السنه ونص تخلص وهجي لك. بس وارد لا قدر الله يحصل لك اصابه. ده وارد حاجه تانية. وانت دلوقتي ما ينفعش تمضي على حاجة فكره اللعيب اللي يمضي دلوقتي. لا مش دلوقتي طبعا. مش قصدي اتفق ما اتفق ده يعني واخد فلوس. ما اعتقدش ان ممكن نادي يدي لعيب فلوس. لا مش فلوس. مقابل ان هو ماشي اتفاق. وارد ان اي حاجه تتغير. تمام. بس يا كابتن وليد دلوقتي حضرتك ممكن حضرتك هي بورصة. انت كابتن دلوقتي الله ينور على حضرتك دلوقتي انت دلوقتي هل ضامن ان السنه ونص اللي اللعيب ما يلعبش فيها مستواه يبقى زي السنه ونص؟ هل دلوقتي ان انا لما اجيبه واديله فلوس كتير هل ان انا ضامن كنادي ان مستواه يرجع مره ثانيه؟ لا هل وهي مش كده، هي لجنه، في لجنه كوره. لا انا بتكلم على النادي اللي متفق مع اللاعب. اللي متفق معاه ده هو عايش معاه، هو عايش معاه والولد عارف اللي هو لسه صغير وبتاعه، بعيد عن الاصابات طبعا ربنا يحفظ اي لعيب يعني. لكن انا بتكلم اللي هو لا هو بيتفق او بيتكلم او هو طالب من اداره النادي دلوقتي مثلا 10 مليون ولا 11 مليون. خلاص ده عشان سنه لعيبه كويس. لا انت انا زود لك عقدك وكل حاجه لكن مش برضو مش بالرقم بتاعك. يعني انت فاهمني ازاي يا عمر؟ وبعدين زي ما قلت لك في الونش اللي هو احسن مدافع في مصر خلصان. لسه له سنه برضه. لا ده انا اجدد الونش طبعا رقم واحد. مش كده؟ عبد الله جمعه نفس الكلام. عبد الله جمعه بياخد مليون و500 ولا 600 خلاص؟ وانت طيب. شفت مع المنتخب كان عامل ازاي؟ اجدد له؟ لا صحيح تجدد طبعا، لازم تجدد للعيبه اللي يمكن عندك ثلاث لعيبه وانا اقول لحضرتك على الرابع كان كمان عندك ازمه في حراسه المرمى، انت عندك اثنين حراس عايزين يمشوا الموسم اللي جاي. ابو جبل ومحمد عواد. دي برضه هتبقى يعني عايزين يمشوا مش هيقعدوا ما تخلص. ابو جبل هيمشي. مفيش مشكله عندنا صبحي. صبحي بس هيبقى اللي موجود مع جنش. وناشئ ثالث خلاص. بس يا كابتن على فكره اقول لحضرتك على حاجه برضه اللي يخرج ويدوق اللعب الاساسي يرجع بعد كده يقعد احتياطي الموضوع بيبقى صعب بالنسبه له. لا معلش برضه لو انت صغير في السن وانت قاعد هتقعد احتياطي للنجم الكبير وبتاع. ما هو مش منتخب اولمبي 23 24 شوف الناس كانوا الحراس بيلعبوا في كام سنه. لكن ما اعتقدش ان ما انا معاك بس لكن عواد عايز يمشي اكيد هيطلع اعاره مش بيع نهائي. لا ما اعتقدش اعاره. يبقى حاجه في الخليج مش في مصر. بس يا كابتن بص دلوقتي الرقم اصل بياخد رقم. الله ينور عليك. طيب الزمالك دلوقتي كابتن طموح حاليا يبيع اللعيب برقم عقلاني جدا يا اما يستمر ان هو يدفع له فلوس يعمل ايه؟ هيطلع اعاره. مش عايز اعاره الجو مش عايز يطلع اعاره خلاص اقعد بقى هياخد فلوس هتقدر تسمعه فكره كلها كابتن فلوس هو عشان كده اقول لحضرتك يعني عشان كده طيب خلاص خلينا كابتن اتكلم مع حضرتك الاهلي هل حضرتك شايف ان الاهلي موقفه صعوبه كتير احنا نسينا الكلام على الزمالك احنا اتكلمنا على المباراه نفسها يوم السبت انا شايف حضرتك قلت نفس التشكيل اللي هيلعب بيه الماتش اللي فات ماشي بشكل كويس والمواقف اللي خدها الانضباطيه اللي خدها 200,000 جنيه غرامه وتسعيره لاي حد يعترض على كلام كارتيرون من هنا ورايح تمام لا انا بتكلم على احمد عيد ومين تاني ماشي يا احمد عيد في حد تاني تمام هقول لحضرتك يعني قرارات جريئه وده هتعيد الانضباط تاني للفرقه وانا شايف ان الفرقه ماشيه وامام عاشور طيب امام عاشور بس لا. امام عاشور رايك في العمل ايه؟
كابتن وليد، الناس دي مش عارفه قيمه النعمه اللي في ايديها ولا لا؟ بص بص يا عمر، طب رد عليا. لا طبعا ما مش عارفه قيمه اللعبه. انت عارف ليه؟ انت عارف ليه؟ عشان احنا جزء حتى لو بسيط من اللي بيحصل اللعبه دي، النفخه دي. وبعدين لما انا مش ضد النفخه خالص، وانا لما كنت بقدم برنامج وكان امام عاشور جاب في ماتشين جاب اهداف، وقلت ما تنفخوش لسه، الولد لعيب كويس كل حاجه، بس لسه 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 النفخه دي بتبوظ الدنيا، وخصوصا لو لعيب دماغه يعني لسه صغير وعنده حماس وعايز يلعب، لكن مش التصرفات دي. موهبه عاليه جدا الولد امام عاشور، لكن ما توصلش الدرجات اللي هو يعمله. لكن انا معاه كارتلون في اللي حصل، يعني انا معاه، والاول مره او تاني مره انا معاه في القرارات اللي بياخدها. شايف ان الفرقه ماشيه كويس، في انضباط باين في الملعب. عارف اللي صعبان عليا ايه بجد؟ ده كل ما يكون قريب من المنتخب الاولمبي والاولمبياد قربت. مشكله كبيره. فاكر في ماتش السوبر احنا قلنا الاولمبياد تتاجل وان هو فرصه ليه كويسه علشان يراجع نفسه. ايوه سبحان الله. تتاجل الاولمبياد يفتعل ازمه. بص يا كابتن، يعني انت ما تقومش تسخن. نفس الكلام على الترابيزه دي، ما كنت قاعد معاك من فتره وقلت لك يعني ايه جنش ما يقعدش لابو جبل والعكس؟ ازاي؟ انت عارف يا كابتن وليد، في حاجه ثانيه عايز اقولها لك عليها، معلش مع احترام. طب ابو جبل كان حارس منتخب مصر، او بيروح منتخب مصر بينافس الشناوي، وحارس مرمى الزمالك الاول، وراجل لعب وسوى ولعب وعمل تاريخ مثلا يعني. بس الراجل زعلان ماشي. زعلان انا مش بدافع، فاهم. لكن انا دلوقتي اقول للعيب قوم سخن، مواليد 97 مع احترامي ليه، لسه ما عملش حاجه، في زي ما بتقول كده اسمه مكتوب بالقلم الرصاص، ما عملش للاسف. يتنطط على مدير، على مدربه او مديره الفني، موضوع كابتن مش حلو ومش لطيف ومش ظريف. بس انا مع القرار، هو طبعا مش طبعا مع القرار. انا مع القرار، لو ما فيش حاجه كانت اتاخدت غير كده كان الزمالك هينهار. واحمد عيد برضو لسه، يا احمد عيد انت لسه صغير يا حبيبي، ويعني ولعب كويس كل حاجه. يعني يا جماعه انا بستغرب للعيبه دي اللي هي عندها، ده اللي بيفرق بقى. بص انا اقول لك حاجه بامانه، ده اللي بيفرق، موضوع الانضباط والسلوكيات بين الاهلي والزمالك في بعض الاحيان. خلاص في بعض الاحيان، لكن الفتره دي في قرارات، اسامه نبيه عامل قرارات انضباطيه عاليه جدا مع كارتلون، وده اللي هيرجع نادي الزمالك على الطريق الصحيح في الحته الانضباطيه يا عمر. فاهمني ازاي؟ يعني ما عادش في تسيب، ما عادش في لعيب مثلا يعمل كده وما يعملش كده وبمزاجه، ما فيش الكلام ده. يا راجل انا اول مره اشوف شيكابالا بيدافع ل 18 ل 18. ده ما شاء الله، يعني ماشي زي الفل. بص يا كابتن الزمالك، وعبد الله جمعه لما بينزل في الحته دي بيعملها برده كويس. انت عارف يا كابتن، بسال نفسي السؤال، طالما اللعيب عندها طب ليه مش من الاول؟ يعني ليه دايما نحط نفسنا في عنق الزجاجه علشان نطلع احسن حاجه؟ انت عارف ليه؟ انت عارف ليه؟ لان دي طبيعه اللاعب المصري. والله اللاعب المصري لما تلاقي حد قاعد لك بره ومدرب شخصيته قويه، ولو ما عملتش ده هتقعد اتفرج. سواء الكلام ده في الزمالك او في الاهلي. انا بتكلم يعني خصوص الناديين دول. لما تلاقي اللي قاعد على الدكه ده باصص لك اللي هو بص لو عملت كده هنزل انا اكل النجيله، هتلاقي هو بياكل النجيله. هي دي الكوره. لكن الفتره اللي فاتت دي في نادي الزمالك لا، كان مدير فني للاسف كان الشخصيه ضعيفه شويه. البدلة ما كانوش جاهزين، كان اللي بيلعب كل واحد حاطط رجل على رجل. وده الكلام اللي كنت بقوله زمان يا عمر، وكنت بتشتم عليه. لا كابتن العفو، محدش يقدر يا كابتن. لا لا بجد، كان طيب. كنت بتهاجم جمهور الزمالك. اخرجك من الاهلي والزمالك شويه، عايز اسالك اسئله عامه، بما ان حضرتك مش سؤال عام، ولكن هو سؤال له علاقه بمركز حضرتك، ولكن باحمد حسن كوكا، مصطفى محمد احمد حسن كوكا، 13 هدف في الموسم الحالي اعتقد، او الموسم ال 13 هدف ليه في الموسم الحالي مع فريقه. هدف، شفت جونه الاخير ولا لا؟ طبعا حاجه جميله. ليه حظه قليل مع المنتخب او ليه ملوش حظ مع المنتخب؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، سر تألقه في بره عن وجوده في منتخب مصر. الحاجه الثانيه، مصطفى محمد بقى له 5 ماتشات بعيد عن التهديف. عايزك الحالتين تعمل لي مقارنه ما بينهم وتقول لي ده ليه وده ليه. خلينا نقول بالنسبه لكوكا، لان كوكا ما لعبش اهلي وزمالك هنا. ناشئين اهلي؟ لا يعني بتتكلم مع شين. اوكي، مش فريق اول. اوكي، مش فريق اول وتألق وطلع بره، فليه ظهير اعلامي. فده يمكن يكون مقلل حظوظه شويه، لكن لو خلي بالك لو ليه ظهير اعلامي من النادي الاهلي، يعني على اساس هو محسوب على النادي الاهلي، اعتقد ان هيبقى ليه شأن كويس.
هيبقى في عنده ثقه مبدئيا يعني للولد هو لكوكا نفسه هيبقى عنده ثقه، حتى لما يجي مع المنتخب هيبقى عنده ثقه اللي هو في حد مسنده. مصطفى محمد لعيب مقاومته عاليه جدا ومن احسن فراوده موجوده في مصر وان كان احسنهم بصراحه، لكن حته التوفيق وعدم التوفيق ده عادي، ما انت مش كل مباراه لازم تجيب لك هدف او اتنين او الكلام ده كله. شايف ان ده امر طبيعي، يعني امر طبيعي اللي هو ممكن راس الحربة ما يهدفش مثلا مباراه واتنين وثلاثه عادي، بس بيساعد زمايله. هل ده كابتن ينطبق على مروان محسن ان هو ممكن ما يسجلش ولكن يساعد زمايله اللي جاي من تحت، ولا الكلام ده طول مع مروان شويه؟ لا هو طول كتير مع مروان، يعني احنا بنتكلم يعني لو جينا المقارنه بين الثلاثه، لا انا شايف ان مروان اقلهم شويه شويه. ومروان خد فرص كتير قوي هنا في مصر يعني مع النادي الاهلي، فاعتقد اللي هو اقلهم شويه يعني، او قال لهم توفيقا يعني على المرمى يعني. شايف ان خطوه انتقال حسام حسن للدوري الليبي شايفها ازاي؟ مهاجم سموح اعاره لنهايه الموسم. هي الفكره، بص انا قلت لك ان تاني فرود بعد مصطفى محمد هو حسام حسن، او هنقول في الدوري المصري دلوقتي هو حسام حسن رقم واحد في مصر، بس في الدوري المصري غلط يعني قبل ما يمشي. لكن انا شايف اللي هو على حسب هتقلله شويه، انا شايف كده، لانه زي ما قلت لك لما عشان ما طلعش من اهلي وزمالك ملوش ظهير. طيب اعلامي، انا هقول لك السيناريو اللي هيحصل. قلله شويه. حسام حسن في بيراميدز الموسم اللي جاي. ده معلومه برضو. ماشي. فانت دلوقتي يا كابتن الراجل باشمهندس فرج عامر راجل ذكي جدا وراجل عقليه تسويق عالمي جبار. تاجر يعني. فقال لك انا بعته لبيراميدز ب 40 مليون. ماشي؟ فانا دلوقتي عايز استفيد بيه بست شهور، اوديه اعاره لليبيا علشان مليون دولار، فيخش له في اللاعب في موسم 60 مليون جنيه. هو بالنسبه له هو شايف ان يعني هو بين نارين، سموحه ماشي يعني بشكل كويس مش وحش، في نفس الوقت رحيل حسام حسن يعني ممكن ياثر لكن مش بالشكل الكبير، يعني حضرتك المهاجم دايما لا هو هيأثر. لا بس يا كابتن المهاجم يعني حسام هيأثر وكل حاجه، لكن زي ما حضرتك عارف ان يعني سموحه في الدوري المصري يعني اللي هو بينافس يعني لو عنده حد ممكن يسد يعني ايه يعني يقضي الغرض. فانت دلوقتي اللعيب فكر ان هو كمان يستفيد ماديا في الست شهور دول، حضرتك عارف ان اللاعب دلوقتي بقى يبص في زمن الكورونا كل واحد بيدور على الايه. طب ما هو راح بيراميدز وهيستفيد برضه ان شاء الله يعني. لا بص انا شايف حسام بحر يحب الزياده يا كابتن وليد، حضرتك عارف مش حد لعيبه الكوره كابتن للاسف العقليه مختلفه عن زمان. حسام لا انا بتكلم كامكانيات، هو اي لعيب حقه اللي هو يعمل فلوس اللي هو عايز يعملها، لكن كامكانيات انا شايف حسام حسن مميز جدا، وكان نفسي اللي هو يروح زمالك او اهلي، انا كنت اتمناه في الزمالك. عملت فلوس يا كابتن وليد من الكوره؟ انا؟ عملت كنت باخد في السنه 120,000 جنيه. 120,000 جنيه في السنه؟ رضا يا عم مالك. الحمد لله كده انا فتحت بقى يا كابتن وليد. يا عم مالك في 120,000 جنيه في السنه. في مع نادي الزمالك. واعلى اقصى اي اقصى مكافاه حضرتك حصلت عليها بعد فوزك ببطوله؟ كانت دوري ابطال افريقيا ولا بطوله الدوري؟ اعتقد افريقيا يعني. خدت ده اعلى مكافاه حضرتك خدتها، فاكر ولا مش فاكر؟ يعني حوالي مثلا تخش لها في 50,000 ولا حاجه. بجد والله؟ والله ما باظ. تعرف ان احمد فتحي في بيراميدز اتخصم منه مكافاه ماتش 50,000 جنيه؟ ماتش افريقيا 50,000 مكافاه ماتش؟ يا عم والله بص بقول لك ايه، تعالى نقفلها ونمشي. والله العظيم بجد. يلا نقفلها ونمشي. صدقني والله يعني ماتش والله ده رقم الله. ده رقم قليل يعني، قبل كده كان في رقم كبير. بيراميدز لما فاز على الاهلي بيراميدز لما فاز على الاهلي كل لاعب اخذ تقريبا يعني اخذ رقم مش عايز ابالغ. كل واحد اخذ 10,000 دولار. كل واحد من اول رئيس النادي لحد عمال غرف خلع الملابس، كل واحد اخذ 10,000 دولار. دي مكافأة لبيراميدز ايام المستشار تركي آل الشيخ لما كسبوا الاهلي. فعاد الكابتن حسام حسن تحديدا بالظبط بالاسماء بالتاريخ بكل حاجة 10,000 دولار، يعني بنتكلم ساعتها كان 180,000 جنيه كل واحد في ماتش واحد. طب احنا احنا قايلين انا هو جاب معلش انا ببص في يا عم خليني ابص لنفسي في التلفزيون. احنا لازم اخدت كابتن تاني احسن لاعب في افريقيا بتوريد اول احسن لاعب في افريقيا. امتى انا ما روحتش بقى خدتها؟ ما روحتش خدتها.
لو الزمن رجع بيك تاني؟ لا بص، انا كفايه ان انا يتبعت فاكس رسمي وانت خدت احسن للدكتور كمال درويش والكلام ده كله. سوشيال ميديا كابتن وليد. اه لا كان خلي بالك ده لو مفيش سوشيال ميديا، ده دلوقتي كابتن سوشيال ميديا دي بتعمل ابطال من مفيش. اه والله لا مفيش ايه ده، لو اللي يجيب جون دلوقتي يبقى عالمي. كابتن وليد اظن لو كنت موجود دلوقتي في الزمن ده كنا هنسمع يعني ارقام غريبه، يعني كنت هتطلب زي فرجاني سياسي. لا 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 بطماع، لا والله بطماع. 10 حلوين. لطيف. 10 حلوين لطيف. نعمل فيلا والعربيه والوديعة ونقسط الباقي وتسدد اللي علينا. كابتن وليد انا عايز اقول لك كده اخر سؤال عشان مصطفى محمد، كابتن حسام حسن، احمد حسن كوكا، احمد او حسام حسن اسف، لاعب سموه احمد كوكا، احمد ياسر، ريان عمرو، جمال، باسم مرسي، دول ابرز المهاجمين اللي موجودين. اختار لي افضل اثنين موجودين منهم دلوقتي على المستوى الدولي ان هم يبقوا موجودين في منتخب مصر. منتخب مصر اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثه. ثلاثه؟ مصطفى محمد واحد. اقول لك اثنين الاسماء ولا تمام؟ لا تمام ماشي. حسام حسن، احمد حسن كوكا، احمد ياسر ريان، عمرو جمال، باسم مرسي. لا انا بقول لك مصطفى محمد واحد. احمد حسن كوكا اثنين. ثالث حسام حسن. حسام حسن، احمد ياسر ريان. لا مش لسه، لسه شويه. عمرو جمال لسه شويه. لا لا بس مرسي. هم لعيبه كويسه كل حاجه، بس يعني انا شايف الثلاثه اكتر امكانياتهم اعلى من الباقي، لكن هم كلهم فروده كويسه طبعا مميزين، لكن الثلاثه دول بالنسبه لي هم التوب يعني. كابتن وليد انا في النهايه كالعاده بشكرك على وجود حضرتك معايا ان شاء الله. انت كده ماشي ولا ايه؟ معايا بقى اكمل انا البرنامج. طب كابتن انا هقول معاك مين؟ معايا محمد عبد الجابر وكيل اللعيبه. يبقى جايب وكيل لعيب. خليه احنا بقى كابتن عايزين يعني عايزين نعرف منهم الكواليس، هم يقولوا لنا كل حاجه، هم اللي بياخدوا هم اللي بياخدوا الناس محترمه. لا يا كابتن الناس، بس دلوقتي الزمن ده يعني وكلاء اللاعبين بسم الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب يا محمد عشان ما تتضايقش مننا. هو معانا سمعنا؟ لا هو بره بيتفرج علينا دلوقتي. 50% طيب ولا ما فيش؟ ونسكت 50% ونسكت. فانا بشكر حضرتك على وجودك معايا وسمعك طيب، ان شاء الله نتقابل بعد رمضان على خير، ويعني ان شاء الله يكون شهر كده كريم ان شاء الله، يعني نعوض فيه السنه اللي فاتت الحظر واللوك داون يا رب، مع ان ويكون ما فيش كورونا ان شاء الله كده يا رب، وتفضل ثابته مثلا ما تزيدش يعني يا رب ان شاء الله. يا رب بشكرك يا كابتن وليد، ربنا يخليك يا عم. طبعا بشكر حضراتكم، بشكر الكابتن وليد. انتهى الفقره الحواريه الاولى، بعد الفاصل هيكون معايا محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين علشان اتكلم معاه في امور مهمة جدا جدا، خليكم دايما معانا ولكن بعد الفاصل. معايا يمكن في الفقرة الحوارية الثانية يعني هنتكلم عن وكلاء لعيبة وصول الانتقالات وحاجات كثيرة جدا، ولكن معايا واحد من أهم وأميز وكلاء لعيبة اللي موجودين في مصر، ودايما احنا بنشجع تجارب الشباب الوجوه الجديدة اللي موجودة على الساحة الرياضية، علشان زي ما حضراتكم عارفين موضوع وكلاء اللعيبة ده بقى موضوع صعب جدا، لكن مع العلم والتكنولوجيا وكل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا اعتقد ان الموضوع بقى مختلف. محمد عبد الجابر مرحب بيك. مرحب بيك. ايه الاخبار؟ زي الفل والله. تمام حبيبي زي الفل والله. يعني متألق ويعني خبطات حلوة الفترة الأخيرة، ولكن أعتقد إن لسه كمان في قدام شوية حاجات كويسة. إن شاء الله إن شاء الله طبعا. الحمد لله اللي فات كان كويس واللي جاي إن شاء الله يبقى أفضل كمان. طيب ابن الإسماعيلية. إسماعيلية إسماعيلاوي. اسمعلو جدا طبعا. ناس يمكن يعني شفنا دراجان هنا مع الكابتن ميدو، ولكن انت وكيل دراجان مدير الفني السابق لنادي الاسماعيلي، ولكن بتعيين الكابتن ايهاب جلال يعني الاسماعيلي كسب مباراه صعبه قدام المصري، يمكن خسر من سيراميكا المباراه، يعني الناس ازاي تكسب الاسماعيلي، ازاي تكسب المصري وما تعملش نتيجه حتى لو ايجابيه بالتعادل مع سيراميكا بعد ما كنت متقدم. فايه اسباب او انت شايف تجربه دراجان مع الاسماعيلي كان ايه ابعادها او ايه كان رايك فيها بشكل عام؟ هو دراجان لعب 7 ماتشات مع الاسماعيلي كان فيهم 4 خسائر و3 تعادلات بدون ولا مكسب، بس هو الراجل جه في وقت قصير جدا، ما كانش فيه عنده توقفات خالص. اكثر مده قعدها كان حوالي 6-7 ايام. اول ما جه كان جه في ماتش سموحه بعدها ب 48 ساعه. كان لسه بيتعرف على اللعيبه، كان بيحب لما يجرب اللعيبه عايز يجربهم في ماتشات وديه، مفيش فرصه على ماتشات وديه، فكان بالتالي بيجرب في الرسمي. كان في سوء توفيق رهيب في الماتشات في الزمالك وفي طلائع الجيش وفي دجله وفي كل الماتشات تقريبا، كان في سوء توفيق رهيب فنيا من وجهه نظري، اللي ممكن تبقى برده شويه مجروح عشان بحكم ان انا وكيل الراجل. راجل مميز جدا،
النتائج ما ساعدتوش والفتره النتائج والسكواد ما ساعدوش الا نتائج بس. هل هو كان عنده من الاختيارات اللعيبه اللي تؤهله ولا التوقف اللي كابتن ايهاب جلال اخده توقف الدولي ساعده؟ لا طبعا طبعا هو بقول لك لسه اكتر مده عادها كان 6 7 ايام. الاصابات هو ما شافش باهر المحمدي، عبد الرحمن مجدي، احمد مصطفى، عمار المساكي اللي لعب امبارح، ناس كتير ما شافهمش. مدبولي كان بيتصاب وبيرجع، سنين السعيد توقف في ماتش، شكري نجيب توقف في ماتش، فما لعبش تقريبا ماتش واحد فول تيم. عبد الله جمعه اتصاب فتره اللي هو لسه جاي، فما لعبش فول تيم خالص. مع ان سوء التوفيق اللي حصل الفتره اللي فاتت، ف التجربه كانت كويسه كفنيا، النتائج ما ساعدتش بس ان الدنيا تظبط. شايف ان النتائج بالنسبه للمدير الفني اهم من الفني، يعني المدير الفني لو بيكسب وهو وحش جدا فده يشفع له عند الاداره لو بيأدي بشكل كويس ومش بيحقق نتائج ايجابيه. صح دي حقيقه. بس برضه هو باكد تاني ان هو دراجان هو اللي اعتذر. ايا كان احنا بنتكلم بشكل عام، انت عارف ان المدير الفني دايما ايه يعني لو نفسيا مش مرتاح والله لو بفلوس الدنيا كلها مش هيكمل. دي حقيقه. هو حب يشيل الحرج عن الناس، هو شايف ان هو اشتغل كويس مع مع اللعيبه اللي كان بيوصل للجون باستمرار. بس ما فيش جون بيخش. حتى في ماتش الجيش هو حتى تحديدا قال لي الكوره بتاعت فخر اللي ضاعت كانت على خط الجون دي. هو قال لي بعدها ان النادي محتاج مدرب يبقى حظه اعلى مني. يعني هو مش شايف ان الدنيا مش ماشيه خالص. يعني دراجون دراجون يعني بس هو ان شاء الله هيبقى موجود قريب في مصر ان شاء الله. لا تهزر. ان شاء الله يعني. انت بتدي لي قنبله كده عايزني وعايزني اعديها. لا ما هو بص مش حاجه معينه. طيب يعني دراجون يعني انت دراجون البلان ليك مستقبلا او ان انت بتخطط له انه يبقى موجود مره ثانيه في مصر بس في نادي يكون الظروف اللي هو متواجد فيها افضل من الاسماعيلي. الظروف الوقتيه مش بتكلم طبعا على الاسماعيلي اسم كبير طبعا. بص هو شخصيا طلب مني قال لي انا على قد ما تقدر انا عايز ابدا في البري سيزون. انا فترة اعداد مع فرقتي اختار اللعيبه بنفسي طبعا. انت عارف هو جه يوم 30 يناير كان خدجيك كل حاجه عكسه فما فيش حاجه خالص فعلا. فهو عايز يبدا في بري سيزون بس لو الظروف سمحت في فتره في فريق عنده توقف مثلا زي اللي مثلا الاسماعيلي هياخدها حاجه 20 يوم دي. لو في ظروف سمحت بكده اكيد هيبقى يعني هيبقى موجود ان شاء الله. طيب محمد خلينا ابدا معاك الموضوع من الاول معلش، هو سؤال بره الصندوق شويه. اتفضل. موضوع وكاله اللعيب او ان انت تبقى ايجنت، الفرق بين السمسار ووكيل لعيبه ده واحد اتنين. الموضوع بداته ازاي وازاي ممكن لو ناس بتتفرج علينا دلوقتي حد عايز يفهم العلم علم او 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 كيفيه ان انا ابقى وكيل لعيبه بس وكيل لعيبه محترف زي ما في لعيب محترف ولعيب هاوي، في وكيل لعيبه محترف وفي وكيل لعيبه هاوي، صح كده؟ تمام. عايزك تقول لي الفرق بين الاثنين سمسار ووكيل، وعايزك تقول لي كمان التجربه بداتها ازاي و يعني تشرح لي بقى الابعاد والشركه والناس اللي شغاله معاك واللعيبه ومين اول لعيب وابرز. انا عايزك كده تاخد وقتك وتشرح لي الموضوع عشان انا حابب اسمع حاجه زي كده. طيب هو في البدايه انا هقول لك الفرق من وجهه نظري بين السمسار والوكيل، مش هقول لك كمسميات وكمعتمد والكلام ده كله. انا شايف ان معظم الناس شغاله اللي هو السمسار على قد الديل. هو شاف لعيب مميز بيخلصه في نادي بياخد الكوميشن بتاعه وفرصه سعيده بعد كده وبيمشي. ده شغل السمسره اللي هو معظم الناس بتعمله في مصر. شغل الوكيل اللي هو خبطه وخلاص على قد الديل بيخلص الديل بتاعه بياخد الكوميشن بتاعه شورت تيرم بلان، يعني هو وقتي وخلاص شكرا على كده ومش مكمل مع اللاعب ولا بيشوف احتياجات اللاعب. انا الشغل اللي بحب اعمله في الشركه عندي انا اول معايا في الشركه في حاجه بره الملعب بتاعتنا سواء حياته الشخصيه احنا بننظمها له. لو حابب يشتري حاجه في حياته احنا بنقعد وبنشوف ايه الظروف المناسبه ان يشتري الحاجه دي. عايز اقول لك ان احنا حتى في توقيتات افراح لعبتنا احنا بننسقها معاهم. مش هينفع نعمل تتولى كل حاجه كل حاجه بره الملعب تقول لي ركز في الملعب ومالكش دعوه باي حاجه كل حاجه حتى في السوشيال ميديا بتاعته. بعد كل ماتش احنا متعاقدين مع شركه احصائيات مش هقول اسمها عشان مش اعلان بس بعد كل ماتش كل لعيب عندنا بيروح له ارقامه في الماتش وبيروح له الهايلايتس بتاعته بيروح له فيديو فيه اخطائه عشان تتعالج كل ماتش. امبارح مثلا كان ماتش الاسماعيلي والمصري بعد الماتش محمد عادل راح له الهايلايتس وراح له الاحصائيات. يعني انت بتشتغل له محلل اداء كمان؟ احنا متعاقدين اوريدي مع محلل الاداء. ما انا بقول لك محلل كل حاجه انت بتوفر له كلام عشان هو طول ما هو مركز في الملعب بس هيديك احسن حاجه. لما بتشتغل على اخطائه وبتحاول تعالجها هيقدر يتعلم منها عشان المره الجايه ما يكررهاش. ارقامه عندنا مثلا مشكله في الشورت باس او في اللونج باس فبنحاول نطورها. عندنا مشكله في التغطيه من المدافعين عندنا مشكله في يعني اي حاجه بنحاول نصلحها على قد ما بنقدر عشان يبقى في افضل فيه بعد كده. طيب الموضوع بدا ازاي اول لعيب الدرجات اللي انت بدات فيها كمان مستقبلا بتفكر في ايه يعني وكمان علاقتك هل انت عشان الاسماعيليه فش اغلب شغلك مع الاسماعيلي لعبتك موجوده في الدوري المصري هو اغلب شغلي مع الجونه اصلا معظم لعبتك في الجونه الجونه جزار ابرز اللعيبه اللي موجوده عندك
الجزار مدافع الاهلي المعلق الجونه ومنتخب اولمبي. عندي شبراوي. تمام شبراوي صح. اه لعيب بتاع الجونه. عندي في الجونه احمد عامر الديفندر كان في اسوان السنه اللي فاتت. عندي اسلام تامر هاف راح من النصر. تشتغل مدير تعاقدات مع الجونه بتخلص. لا علاقته كويسه بالناس وحسام الزهاتي والحصري بصراحه من الشخصيات المحترمه جدا. عندي اثنين ناشئين في الجونه احمد حسام وعلي ممدوح لعيبه كويسين جدا. لا عندي في الجونه لعيبه كويسه هما اكثر بس طبعا الاسماعيلي الانتماء والتشجيع هو الاسماعيلي. بالمناسبه برضو عايز اقول حاجه انا يعني انا السنه دي ليا في الاسماعيلي محمد عادل الديفندر كمال الجول كيبر اللي هو لسه تحت السن لسه ما لعبش. محمد عادل انا ما رشحتوش للنادي الاسماعيلي. محمد عادل هو النادي الاسماعيلي اتصل بمحمد عادل فقال له احنا عايزينك تيجي الاسماعيلي فعشان كان يعني كان في اختلافات بينه وبين اللجنه اللي فاتت او لجنه التعاقدات اللي فاتت. كلموا محمد عادل شخصيا محمد عادل قال لهم انا وكيل محمد عبد الجابر. حتى سعد درجان انا ما اتصلتش بيهم ارشح ليه مدربين. الموضوع ده بيحصل في مصر؟ ليه دايما بص انا مش عشان خاطر يعني انتمي الى الاهلي ولكن الاهلي يكلم لعيب يقول له مين وكيلك؟ يقول له فلان الفلاني فيكلمه وانا بقول لك بامانه وبما يرضي الله فده اللي المفروض يحصل صح؟ ان النادي لما تواصل مع اللاعب يقول له انت عايز تتفاوض ازاي؟ اتفاوض معاك ولا مع وكيلك واللعيب يحدد صح ولا غلط ده بيحصل في بعض الانديه بس قليل ما انا بقول لك ده العرف وده المفروض يحصل صح كده ولا غلط كدا. انت عارف موضوع هالاند ايه اللي حصل فيه ولا مش عارف تابعت هالاند وهو وابوه طبعا بتكلم على خورخي بتكلم على رايولا وابوه راحوا قعدوا مع برشلونه قعدوا مع ريال مدريد عارف شرطه ايه على برشلونه ولا ما تعرفش لا قال رايولا قال هياخد 20 مليون ليه كوميشن ايه هو وابوه 20 مليون تمام وعقده في السنه 30 مليون ده الهالند زائد الفلوس اللي هتدفع من برشلونه لبروسيا دورتموند صفقه واحده كفايه انت متخيل ان الايجنت لا واخد من بوجبا 15 مليون مثلا واخد من مانشستر انت متخيل ان ايجنت اللعيب مديله الفول باور والفول كاباسيتي ان هو يتكلم على لسانه بالرقم اللي هو عايزه ممكن مثلا اللعيب يجي يقول له ايه ولا يا عم قلل فلوسك شويه مش لازم ابويا ياخد بس مشي الدنيا ما بيفتحش بقه ولا بيتكلم ولا حاجه خالص فهل ده احنا وصلنا لمرحله ان اللعيب يدي لك التراست الكامله تعمل اللي انت عايزه؟ انا محظوظ بلعيبتي يعني طيب فعلا يعني معظم لعيبتي يعني 90 في 95% منهم مديني الباور ده ان هو لو مين كلمه انا اسف لو والده نفسه كلمه وقال له انا جايب لك نادي بيقولوا لا كلم كابتن محمد عبد الجابر الاول وهو اللي بيدير كل اعمالي معظم لعيبتي كده بفضل ربنا يعني ده فده حظي حلو الحمد لله سواء اللعيبه اللي في الممتاز سواء اللي في الممتاز بيه سواء اللي تحت السن حتى فدي طبعا هو انت الباور بتاعك تاخده من اللاعب اللاعب لو مديك الباور بتاعك انك تقدر تتحرك او تتكلم باسمه في اي حاجه وشايف ان انت صاحب القرار ما انا عندي اللعيبه مثلا انا ببقى صاحب القرار ممكن يبقى هو عايز يروح نادي معين وانا ما وافقش النادي ده واخده النادي تاني خالص هو بقى لو معاك وواثق في كلامك بيمشي وراك ومع الوقت بيشوف ان فعلا كان قرارك صح او لكن انت لو مشيت ورا اللاعب او بصيت تحت رجليه بمعنى اصح ان هو مثلا رايح ديل فيه فلوس اكتر او رايح ديل فيه مصلحه مؤقته الامور ما بتمشيش للافضل انت اي لعيب بيبقى ليه عندنا بلان مختلف عن اللاعب يعني كل لعيب ليه بلان الخطوه الاولى احنا هنتحرك مثلا من الممتاز بيه للممتاز ان احنا نروح نادي نلعب فيه ان احنا نروح منتخب كل لعيب بيبقى ليه بلان مختلفه فبنحاول نشتغل عليها فهو اللعيب لو مديك الباور بتاعك تقدر تتحرك في براحتك يعني الفتره اللي جايه السوق شايفه ازاي بالنسبه للعيبتك وبالنسبه للسوق وازاي انت يعني بتستعد للسيزون الجديد او بتستعد للموسم الانتقالات الصيفيه اللي جايه عشان ده بالنسبه لك انت بتشتغل انا عارف انك شغال طول السنه ولكن بالنسبه لك الديل بنسبه 70% او الديلز بتحصل بنسبه 70% في الشتاء وفي الصيف اكترهم في الصيف عشان الترانسفير ويندو اكبر المساحه اكبر واحتياجات الانديه بتكون اكتر في البري سيزون عكس نص الموسم من الموضوع بيبقى على قد الاحتياجات قول لي بقى الخطه بتاعتك بتستعد ازاي ولعبتك وانت بتفكر ازاي يعني حاول توضح لي بس ما تقوليش كل حاجه طيب هو احنا اصلا انا كتيم في الشركه احنا بنشتغل طول السنه زي ما انت بتقول انا بفضل ان اللعيب نشتغل له اكتر وهو بيلعب يعني في التوقيتات دي لعيب بيلعب في الدوري الممتاز او في الممتاز بيه بنكلم الانديه عليه تروح تتابعه بتقول لهم رقم التيشيرت بتاعه بتجيب له الهايلايتس بتاعته بتحاول تعرضها لان هو هيظهر اكتر وهو بيلعب مش هيظهر اكتر وهو قاعد في فتره الانتقالات فبنبدا نتحرك بنبدا بيبقى عارفين مترجتين لكل لاعب الانديه اللي هنتحرك فيها الانديه اللي مناسبه لطريقه لعبه يعني مثلا يعني على سبيل المثال كابتن ايهاب جلال مثلا بيلعب بطريقه وكابتن طارق العاشر بيلعب بطريقه مختلفه ثانيه خالص فانت لو هترشح لعيب كابتن ايهاب جلال لازم يناسب طريقه لعبه مش هيمشي مع كابتن طارق العشري فلازم تشوف انت لازم تشوف اللاعب بتاعك اصلا مناسب لطريقه مين عشان يروح ويلعب ويظهر بس هو المفروض اللي صح محمد ان اللاعب المدير الفني يوظف اللاعب
على حسب امكانياته، ولا اللاعب اللي يوظف نفسه على حسب دماغ المدير الفني؟ المفروض انهي؟ هقول لك على حاجه كويسه. سؤال حلو صح. بص يعني انت شايف ان كابتن اياد مثلا طريقته عشان جبنا اسمه بيبدا بيحب يبدا بيلد اب من تحت وبيتحرك فلازم مثلا السنتر باك والجول كيبر واي حد يكون بيبدا من تحت كورة. ولعيب كوره. كابتن طاهر العشري مثلا عنده مثلا اللعيب هو بيلعب على اللونج بول فهو بالنسبه له مش فارق معاه ان الجول كيبر او السنتر باك بيبدا كوره من تحت، فارق معاه ان اللعيب مثلا طويل عشان لما يجي يقفل المساحات كوره عايز تلعب عليه يقدر يلعبها بشكل كويس. هل لو انا عندي لعيب بيلعب لونج بول اقدر اوظفه في حته ان هو يبقى لعيب كوره بيعرف ينقل الكوره؟ ممكن تتوظف، بس انت على الاقل على قد ما بتقدر بتحاول تهندل الدنيا، على قد ما بتقدر بتحاول ترشح في المكان الصح. يعني فرقه بتلعب على العرضيات باستمرار بتديها مثلا قد مهاجم بيلعب بدماغه كويس، فرقه بتلعب زون ديفنس وبتلعب على المرتدات بتحاول تديها حد في حته لقدام عنده سرعات يقدر ينجح فيها ويقدر يظهر فيها. فقد ما بتقدر. انا برضو عايز اقول بس يعني في كام لعيب عندي في الممتاز به. قول لي ممتاز به. يعني انا شايفهم ان هم حاجه بروميسنج جدا يعني. في مصطفى معوض مساك في بتروجيت قوي وحاجه كويسه جدا، عنده قلب، عنده قلب وراجل وما شاء الله يعني. انا دايما 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 احب اللعيب المدافع اللي يكون عنده قلب، يعني ممكن يكون لعيب كوره كويس ولكن معلش دايما بميل للاعب اللي هو لو عارف اللي هو لو دخل في الحيطه عشان خاطر فريقه يخش في الحيطه ما عندوش اي مشكله، ما يخافش على نفسه. ده بالنسبه لي وجهه نظري في حته المدافع او لاعب الكوره، اللي انت لو عندك لعيبه الكوره عندها قلب الفريق يختلف تماما. القلب ده اهم حاجه في كره القدم، سيبك من الفنيات دي على جنب. في برضه محمد مسعد ده بقى تحت السن معار من السويس للشهداء، ده حاجه يعني هتعمل بوم كده في يوم من الايام. محمد مسعد ده لعيب كويس قوي. في مصطفى بهاء الوينج بتاع ابو قير الاسمده، دول في الدرجه الثانيه، دول في الدرجه الثانيه، دول لعيبه مميزين جدا جدا وحاجه يعني مع الوقت هتشوفهم يعني السوق فتح ما بين الثانيه والاولى الفتره دي عن زمان. زمان كنا بنشوف ان لعيبه الدرجه الثانيه بيظلوا في الدرجه الثانيه ما بيطلعوش. لا دلوقتي السبوت موجود كتير على الممتاز بيه، الناس بتتحرك وبتشوف وماتشات بتتذاع وبتذاع هايلايتس والسوشيال ميديا فبتقدر. بس دوري الدرجه الثانيه عندنا يعني في مشكله، انا شايف ان هو يعني بيفتقد الى فنيات كتير قوي. يعني انا شايف في لعيبه كويسه ولكن اللعيبه ممكن محترم يكون مظلومه مع بعض المدربين اللي مش بيعرفوا يستغلوا امكانياتهم. يعني انا شفت متابع بحكم طبعا تجربه الكابتن ربيع ياسين، الدرجه الثانيه كله بيلعب على اللونج بول، كله بيلعب على اللونج بول، نادرا لما تلاقي حد بيلعب بيلد اب من تحت وعنده جمل. مش انا يعني مش عارف هل ده بسبب ان الفلوس؟ لا هم عندهم الكونسبت اللي هو اخطف واجري، احنا هنلعب بلونج بول وهتيجي ناخد التلاته بونت او البونت وخلاص. بونت واحد او تلاته بونت يعني ممكن. لكن ما عندهمش بقى ان احنا بنشتغل لقدام، ان احنا بنشتغل ان احنا بنعلم الفرقه بأي شكل. حتى لا هو المعظم بيبقى زي ما انت بتقول هو على قد اللعب التجاري. هو الماتش ده انا محتاج حلو اللعب التجاري دي، هاخد التارجت بتاعي، التارجت بتاعي ده بونت او ثلاثه احققه وخلاص بصرف النظر عن الاداء، اداء حلو اداء وحش مش فارق، هو كل فرق ان هو حقق التارجت بتاعه. طيب في مثل كده او في جمله بتقول لك كرام دول كرام بالنسبه لمحمد عبد الجابر ان هو ياخد لعيبته ويطلعها بره، ده حلم. ايوه طبعا محترف طبعا ده انت راجل مصري وان انت يعني موجود في مصر فده السوق الطبيعي بتاعك، ولكن لما بيجي لك فرصه انك تسافر او تطلع لعيب ده طبعا بيكون حلمك او شيء طبيعي جدا، امر يعني حلم مشروع. ولكن الجزار هو كان بالنسبه لك اخر تجربه ليها علاقه بره مصر، ريد ستار بلجراد. الموسم اللي جاي هيعمل ايه؟ هل انت عندك لعيبه بتحضرها علشان خاطر تخوض التجربه؟ حتى لو مش هنقول اسامي عشان طبعا يعني حفاظا على الانديه والاسرار اللي موجوده عندك، ولكن هل انت بتفكر بتبلان حاطط في دماغك لعبتك اللي موجوده تسفرها الفتره اللي جايه تخوض التجربه؟ اكيد دكتور الجزار. قول لي الجزار، احكي لي طب اللي حصل كده سريعا ثاني عشان نعرف. هو احنا اشتغلنا وجبنا عرض من ريد ستار بلجراد، اكبر نادي في بلجراد بيلعب دوري ابطال اوروبا. العرض وصل سربيا. العرض وصل للنادي الاهلي، النادي الاهلي رد العرض كان بيستفسر عن القيمه الماديه اللي هينتقل بيها. هو كان معارف الجونه لسه. كان معارف الجونه وبيستفسر عن توقيت الانتقال، هينتقل ليهم امتى. النادي الاهلي رد برقم، رقم كان فيه كان يعني كان ممكن نتفاوض فيه ما كانش فيه مشكله، بس التوقيت هو اللي كان صعب لان هو اللعيب كان معار للجونه والدوري السنه فاتت كامل زي ما انت عارف وخلص متاخر. فخلص متاخر جدا، كانت بدات وكان موسم الانتقالات خلص، كانت قصه كده. فده اللي عطل الدنيا التوقيت. فاحنا اوريدي الناس مكمله وبتتابع الجزار الغط دي، واوريدي شغالين في كذا حته ثانيه ابرزهم اسبانيا تحديدا يعني. فان شاء الله قريب برضه هتلاقيني بكلمك وبقول لك يا ريد ستار جدد تاني، يعني جدد العرض تاني. هي حاجه من اسبانيا ان شاء الله قريب. ها
هل انت شايف ان ريد ستار بلجراد ممكن الناس تاخدها في مصر، ان هي يعني دوله بعيده شويه وبالتالي اللعيب يفضل موجود في مصر افضل، ولا انت بتشوفها ان طالما بيلعب في الشامبيونز ليج طالما موجود في الماركت الاوروبي فكله جنب بعضه وبالتالي سهل انه يروح من حته لحته؟ طبعا انت مجرد بس بتحط ستيب يعني خطوه هناك وانت بتبقى واثق في اللعيب بتاعك، واثق في العقليه بتاعته، واثق ان هو بالشغل مع شغلنا مع شغله، ان هو دي تبقى خطوه يعني خطوه مميزه ليروح لاماكن اكبر. يعني زي ما قلت لك، هو لو راح ستار او راح اسبانيا حتى لو نادي مش كبير هتبقى البدايه بالنسبه لنا، وانا متاكد ان هو ان شاء الله لو ربنا قدر خير وسافر الامور هتبقى افضل وهيروح حتت بعيده ان شاء الله. وفي لعبه تانية برضه ممكن تطلع. عشان كده عايز اسالك عن الفتره اللي جايه، البلان انت بتحضر للشغل الصيف عن طريق بلاد بره ولا بره وجوه؟ يعني اوريدي احنا شغالين في بره وشغالين في جوه مصر اوريدي بالعلاقات في الانديه هنا وباللعيبه بتاعتنا، وبره اوريدي فاتحين كونتاكت في كذا دوله وفي كذا ومع كذا ايجنت بره برضه اقوياء. عندي برضو لعيبه مميزين تحت السن شغال عليهم عشان السن الصغير هو اللي بيفرق. عندي نبيل مدافع في القناه 2003 مع الفريق الاول موجود في ماتش بكره. محمود اسماعيل جول كيبر 2004 برضو حاجه محترمه جدا. وعندي زمان ما كناش بنشوف المواليد دي في الفرق في الفريق الاول. يعني 2003 و2004 اللي انت بتتكلم في 16 17 18 وموجود في سكور ماتش بكره ما شاء الله. يعني نبيل ده موجود في ماتش بكره. انا بحسد المدرب اللي بيعمل كده قلبه جامد بحقيقي. لا بحقيقي كمان يعني مدرب شاطر بيعرف ان هو يوفر موارد لفرقته وبيعرف يطلع لعيبه بيفيد نفسه بيفيد اداره النقطه اللي بتكلم فيها دي. احنا عندنا جول في الاسماعيلي اسمه كمال السيد ده 99 ده لو ربنا قدر ولعب هتشوفه برده حاجه ممتازه جدا. ما بيلعبش عشان نقطه تقول فيها دي ان الناس بتقول هو سنه صغير مع 99 يعني خلاص دخل 22 سنه اهو. احنا عندنا صغير لحد 26 سنه. طب يا جماعه هيلعب امتى؟ طب يعني هيتشاف امتى؟ طب او لا يقول لك لا احنا لسه صغير فهنخاف نديله. طب هتديله امتى؟ ان شاء الله ان شاء الله هنديله بس مش ان شاء الله امتى النتائج تتحسن. طب ان شاء الله النتائج تتحسن. طب 30 سنه يخش في سن الخبره فعلا في حراسه المرمى بيضرب كمال السيد. كمال السيد لعيب كويس جول كيبر محترم بس مش يعني لو لعب هتشوفه. لو لعب هتشوفه يعني لو ربنا قدر ولعب هتشوفه حاجه محترمه جدا وبيلعب برجليه كويس قوي. يعني ممكن كابتن ايهاب انا متوقع ان يلعب مع كابتن ايهاب عشان بيحب يبدا من تحت فمتوقع ان كمان يبقى ليه دور قريب ان شاء الله. طيب الاسماعيلي شايف انك ممكن يعني ازاي ممكن الاسماعيلي يستفيد او ازاي ممكن انت تقدر تفيد الاسماعيلي والاسماعيليه بما انك يعني ليك تعامل مع الاداره اتعاملت معاهم عن طريق مدير فني. هل انت ممكن ازاي تشتغل مع الاسماعيلي الفتره اللي جايه او العكس يعني الاسماعيلي بشكل عام بيتعامل يعني اي حد عنده لعيبه كويسه الاسماعيلي بيتعامل معاه. ولكن سؤالين مهمين جدا عايز اسالك عليهم. هل استمرار او رايك بشكل بقى شخصي عن كابتن هاب جلال في الماتشين وهل شايف الاسماعيلي مع كابتن هاب ممكن يروح فيه؟ حاجة تالتة الاسماعيلي ايه ابرز اللعيبة اللي انت شايف او المراكز اللي ممكن الاسماعيلي يستعين بيها الموسم اللي جاي واللي كان درجان بيشتكي منها؟ طيب هو بالنسبة للتواصل انا بتكلم بعيد عن محمد عبد الجابر الراجل وكيل اللعيبة بتكلم كمشجع. لا انا كده بحب اتكلم اسماعيلي كمشجع احسن بالنسبة لي. مشجع عشان خاطر احسن. لا بالنسبة لي احسن يعني. هو بالنسبة للتواصل الاول بينه وبين الاسماعيلي كوكيل انا متواصل باستمرار مع كابتن علي ابو جريشه وباشمهندس مدحت الورداني وكابتن عماد سليمان. تقريبا شبه يوميا او كل يومين ثلاثة بنتكلم بنتواصل. بيسالوني في حاجات بقدم لهم حاجات على قد ما بقدر يعني. واوريدي انا عملت تقرير قدمته للنادي في لعيبه معظم اللعيبه مش بتاعتي. يعني انت قدمت تقرير للاسماعيلي بمعظم يعني راجل انت عندك ولاء وراجل عندك من الحمايه الاحترافيه انك تقول لعيبه كمان مش بتاعتك للاسماعيلي. معظم يعني 80-90% من التقرير مش بتاعي مش لعيبتي. بس في الاخر انا بتكلم معاهم كمشجع للنادي فانا شايف ان اللعيب ده محتاج يعني مثلا من ضمن وامانه وضمير وكل حاجه هو بقى بيجيبه بيتفاوضه بطريقته هو حر. بالنسبه بقى للمراكز اللي اسماعيل محتاجها احنا محتاجين كتير بجد. محتاجين كتير حتى في وجود باهر وعبد الرحمن. في وجود باهر وعبد الرحمن يعني ان شاء الله ما اعرفش برضه هيكملوا للسيزون الجديد ولا لا بس يعني لو متاحين وموجودين محتاج برضه. انت محتاج مثلا سنتر باك محتاج جول كيبر كمان محتاج وينجين محتاج سترايكر صريح. احنا برضه عندك مشكله في الهجوم انت دايما كنت بتوصل للجون وما بتعرفش تجيب جون. صحيح دايما عندك مشكله في المحترفين مع كامل احترامي يعني
ما تنساش، عايز اسالك سؤال بس لما تخلص، انا اسالك على قريب قبل. ما هو من ضمن المحترفين بقى هقول لك يعني. عندك فخر الدين بن يوسف كان عنده مشكله، مضى موسم واحد بعد كده مضى موسم ونص. كان ست شهور الاول وخلصوا ومضى سيزون كمان. يعني هو دلوقتي الموسم اللي جاي فري. يعني هو دلوقتي الراجل بيسوق نفسه، بيلمع نفسه عشان ياخد فلوس، وبعد ما ياخد فلوس يمشي. طيب هل ده اتعاقد مع اللجنه السابقه اللي كنت اتكلمت عليها في الاول؟ لا. طب بس ما فيش منطق بيقول ان انا اتعاقد معاه لا طبعا خالص. لا طبعا. الحاجه الثانيه موضوع قريب قبل اخباره؟ حسب معلوماتي برضو ان قريب قبل جاي سنه برقم برضو كبير، والسنه دي ممكن تكمل معاه 300,000 دولار مثلا او 300,000 دولار تقريبا. 300 اوكي. والسنه دي ممكن تخليهم سنتين كمان يبقوا ثلاثه لو دفعتوا رقم معين في توقيت معين، ويتبلغ قبل القرار، قبل الديت معين تقريبا 1/7 تقريبا. لا قبل 30/5. يعني طب يعني خلاص ده كمان كم يعني كمان شهرين. كمان شهرين 30/5، اقل من شهرين. خلي بالك انت الموسم في الطبيعي بيخلص امتى؟ عقد اللاعب بيخلص امتى؟ انت عندك من 1/9 من 1/9 مثلا لحد 30/5. بس احنا في الظروف دي انت بتتكلم بقى، ما انت دلوقتي عندك، ما هو دلوقتي فرجاني سيسي في الزمالك مش داخل سنه؟ طيب يمشي امتى؟ في نهايه السيزون ولا نهايه عقده؟ حسب المكتوب في العقد. لا ما هو انت ممكن انت بص، هو المشكله اللي حصلت في فخر السنه اللي فاتت ان كان العقد بتاعه بينتهي تقريبا على ما اتذكر 30/6. حلو، فمكتوب في العقد لغايه 30/6 بتاريخ. دلوقتي انا عقدي خلص واخر سنه، ودوله تانية انا ماليش ذنب ان الدوري عندك طالع متاخر، وعايز امضي في دوري في دوله تانية، الترانسفير بتاعها فتح في الصيف وهيخلص لو دوري هنا خلص، اعمل ايه؟ مش اسمك طبعا. انت قصدك ان هو ساعتها يبقى مجبر، او النادي يبقى مجبر يجدد معاه يقول له لا، هو خلاص هيمشي خلاص الراجل. ما عندوش، ما خلاص عقده خلص، يعني عقده خلص خلاص، الموسم خلص. مش ذنبي بقى ان انا اقعد، يعني مصطفى محمد لما كان في بطوله افريقيا المره الاولانيه ساعه فنربخشة الزمالك ما رضاش يسيبه عشان لما البطوله تخلص، فالناس صرفوا النظر قال لك خلاص احنا هنجيب حد متاح، هنجيب حد ليه يجي لنا بعد ما الويندو يقفل اصلا، ونستناه ليه؟ احنا عايزين مهاجم. زي اللي حصل مع الجزار السنه فاتت بالظبط. طيب ما انا الله ينور عليك، فدي الفكره. لكن الجزار لو كان اخر السنه او ما كانش عارك الموضوع اختلف. لو كان عارك الموضوع اختلف. وقصه وجونه وموقفنا وعايزين نكسب عشان نبقى موجودين، قصه كده. طيب انت قالي بقى شايف ان هو الاسماعيلي ممكن يبلغه ان هو يكمل، ولا انت شايف ان هو مش شايف ايه؟ انا ما اعرفش. انا هو حسب برضه ما سمعنا، كان حتى كابتن محمد صلاح ابو جيشه كان بيتكلم من كام يوم ان هو جاي عنده اصابه تليف تقريبا في العضله، الله اعلم برضه كلام صح او غلط. كابتن محمد صلاح قالها من كام يوم، فهو ما اتعملش عليه كشف طبي ليه قبل ما يجي، وليه الرقم الكبير ده، ومين اللي جابه اصلا، ولا مين اللي لبس النادي فيه، ما تعرفش برضه. برضه عندنا رضوان شريفي. انا مش عارف، انا بقول عندنا عشان انا مشجع مش بكلمك. تمام صح، انا اتفاهم انك مشجع. رضوان شريفي برضو على طول بره السكور بره السكور بره السكور. طب ما ده مكان واخد مكان محترف، واخد اكيد رقم ما اعرفش رقم كام، بس اكيد واخد رقم كبير. حد ياخد اقل من 200-250,000 في السنه ده لما يكون واخد مكان محترف، مكان انت فوق يعني في اي نادي المحترفين هم بيعملوا الفارق. صحيح، اللعيبه المصريين كويسين بس المعظم شبه بعضه. مش تجيب حد يعمل الفارق، عندك اربع خمس اماكن بتجيبهم من المحترفين، فرويد، سنتر باك، حد في نص الملعب، حد يفيدك. فانت جبت باك ليفت على اساس ان هو حاجه يفيدك، ما بيلعبش خالص. انت بتجيب الباك رايت بيلعب عليه اساسي وهو بره السكور. طب على اي اساس اخترته؟ انا شايف مشكله النادي او اللي وصلنا للدرجه دي كانت في لجنه التعاقدات اللي فاتت، مدير التعاقدات السابق واللجنه الفنيه اللي اختارت اللعيبه او اختارت معظم اللعيبه. هي دي مشكله النادي، لو كان اختيارات افضل من كده كان الاسماعيلي بقى في مكان احسن من كده. يعني انا اتمنى ان الاسماعيلي دايما يكون في المكانه اللي تستحق او تليق بيه في النهايه. يعني عايزك تقول حاجه نفسك فيها، عايز تقولها حاجه اختم بيها معاك، تحب تقول ايه في النهايه؟ حاجه معينه، مسج، رساله معينه، حاجه نصيحه، اي حاجه. بص ما يطلبه المستمعون. طب هقول لك حاجتين بقى. حاجتين. حاجه برده كمشجع اسماعيلاوي للناس او للجمهور، ان احنا نفضل سبورت في ورا كابتن ايهاب وورا الناس. صح. اللي موجوده ورا اللجنه اللي موجوده، نفصل بالعشرة معاك لحد ما نعدي سيزون دوت، وبعدين نقدر نحكم، نقدر نقيم الامور ماشيه ازاي. ماشي. عشان حتى نعدي الكبوه اللي احنا فيها دي. الحاجه الثانيه كحد شغال بقى في المجال للتيم بتاعي، بشكر التيم بتاعي جدا، بشكر لعيبه الرجاله جدا، وفخور اني شغال مع التيم ده، وفخور اني شغال مع اللعيبه دي، وان شاء الله ربنا يقدر وفي اخر سيزون نقعد مع بعض تاني كنت شفت صفقات قويه ان شاء الله. ان شاء الله. محمد انا بشكرك على وجودك معايا، واتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح. حبيبي ربنا يخليك. الشباب والكوادر المحترمه جدا. شكرا حبيبي، ربنا يخليك. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله هيكون حلقه معايا فيها هيثم عرابي، ولكن معايا مفاجاه في الفقره الحواريه الاولى، خلينا اقولها لحضراتكم بكره او تعرفوها قبل الهوا عشان خاطر ما نحرقش ليكم المفاجات، والكل اللي بيتابع او اللي عايز يعرف يكون مترقب لحد اخر وقت. لكن بكره في الفقره الحواريه الاولى حاجه مهمه جدا، او في ضيف مهم جدا
في الجزء الاول، الجزء الثاني طبعا الكابتن هيثم عرابي. نشوفكم بكره على خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.